medical disorders revision 7 1A 2C 3E 4A 5 4 28 years old gravida 1 para 0 at 30 week gestation with superimposed preeclampsia blood pressure 150 90 وplatelets هي كام اسبوع 30 وplatelets بتاعتها 95 liver enzymes كويسه وبايفيزيكال بروفايل كويس بس مانجمنت ايه طبعا دي ما بنديلهاش انتي هايبرتنسيف يعني لانه احنا بندي انتي هايبرتنسيف لو هي 160 100 فما فوق لكن غير كده بنبقى بس بنبقى نفولو اب باللابس بتاعتها والبيبي الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج وهي دلوقتي 30 اسبوع فنديها ستيرويدز طبعا عشان لو حصل حاجه مشكله ما في اي وقت ونضطر ان احنا نعمل ترمينيشن قبل الماتوريتي انتي هايبرتنسيف لا لان هي ما وصلتش ال 160 100 ماكس سلف وديليفري اكيد لا دي فيري كنترولد كونتينيو اوبزرفيشن ما احنا هنكونتينيو اوبزرفيشن بس مهم ان انا اديها ستيرويدز immediate cesarean section اكيد لا فكورتيكوستيرويدز احسن من continued observation. في حد عنده سؤال هنا يا دكاتره؟ تمام يا دكتور خلاص. اوكي. 5 اي 6 اي 7 سي 8 اي سوري 8 سي 9 بي 10 سي 11 اي 12 اي 13 اي 14 اي 15 سي 16 سي 17 اي 18 دي 19 دي 20 اي 21 سي 22 سي 21 24 years 25 years old female presents at 36 week gestation for antenatal care blood pressure normal urine no protein or glucose found the height appropriate to fetal size well daily fetal movement count on palpation of her legs pitting edema الإديمة كمان ليها grades زي ما بتبقى البروتينوريا ليها grades الإديمة ليها grades فهي grade 2 pitting edema the following is true regarding this condition طبعا ده normal لأنه هو طبيعي أنه هو كل ما الحمل يتقدم أنه اليوترس بيكمبرس على الليمفاتكس والفينز فكده بيحصل لها إديمة فطالما ان هو ما فيش ولا بروتينوريا والبلاد بريشر كنترول فدي تبقى الاديمه العاديه اللي هي بتاعه الحمل يعني فنقول لها ان هي بس ترفع رجليها وكده عشان رجليها ما يبقاش يعني دي من الفيزيولوجيكال تشينجز ديورينج بريجنسي ف the following is true regarding the condition you should order 24 hours urine protein ما هو ما فيش ما هو no protein والبلاد بريشر كويس البلاد بريشر بتاعها كويس work up for possible cardiac abnormalities ما هو ما هي ما عندهاش مشكلة ما قبل كده خالص. Her leg swelling requires no further evaluation دي حقيقة. She most likely has preeclampsia and blood pressure normal. فما ينفعش تبقى preeclampsia والblood pressure بتاعها 120-80. She mostly has DVT برضو لا دي ولا tender cough muscles ولا أي حاجة. فدي ده طبيعي ده من النورمال physiological change during pregnancy إن هما يبقى عندهم في الحمل لما الجرافيد يوترس ده يكبر ويعمل compression على الليمفاتكس والفينز إن هو يبقى عندهم إديمة في اللور ليمز. أوكي؟ دكتور هو الجرافيد يوترس لما بيكبر بيعمل compression على ناحية أكبر من ناحية؟ هو عشان اليوترس بص هو عشان اليوترس داكسترو روتيتد فممكن يبقى على الناحية اليمين أكتر. اوكي لكن اكشوالي بيبقوا الاثنين ممكن يبقى فيهم إديمة بس هو عشان اليوترس اصلا ديكسترو روتيتد فممكن يبقى على الناحيه اليمين اكتر اصلا انا اول ما قال بايلاترال افتكرت هو هتبقى حاجه كارديك لكن فندم لما قال بايلاترال ايه افتكرت ان هي هتبقى حاجه كارديك بس خلاص يعني دي فيزيولوجيكال عادي لا لا دي فيزيولوجيكال لا هي الطبيعي ان هي بتبقى على الناحيتين عادي هو ممكن شويه تبقى اكتر على ناحيه اليمين ماشي بس هو الطبيعي انها بتبقى على الناحيتين طبعا ده بالعكس كل ما تبقى الحاجه بايلاترال تفكر في حاجه يعني تبقى مور فيزيولوجيكال غير لو كانت يونيلاترال يبقى عندنا مشكله زي مثلا دي في تي او حاجه كده
تمام يا دكتور، شكرا. 22 سي، دكتور معلش 23 سي. افندم دكتور مصر. ممكن 19؟ معلش معلش ما لحقتش ارفع ايدي فيها. بس 19 26 years old presents for the first antenatal care. She is 14 weeks pregnant, had history of DVT when she was on COPs. She was tested to find homozygous factor 5 Leiden. What should you advise? طيب يبقى هي كده عندها يعني لازم تمشي على prophylactic anticoagulant، لان هي جالها DVT قبل كده لما كانت ماشيه على COPs، عشان COPs بتعمل hypercoagulable state عشان الاستروجين، فبرضه البريجننسي بيعمل لنا hypercoagulable state، فهي لازم تمشي على prophylactic low molecular weight heparin طول فترة البريجنسي، لأن طول فترة البريجنسي دي هايبر كوجلبل ستيت، وكمان 6 ويكس بوست بارتم اللي هي فترة البربوريوم، لأن دي برضو هتبقى عندها هايبر كوجلبل ستيت. فده المفروض إن احنا نعمله. كلوز فولو أب أند أوبزرفيشن، لا احنا لازم نديها ميديكيشن. لو دوز أسبرين مش كفاية، لو دوز أسبرين طالما إن هي عندها يعني فاكتور 5 لايدن، حتى لو احنا مش عارفين إيه فاكتور 5 لايدن، طب هي جالها دي في تي وهي أون سي أو بيز، يبقى كده لازم تاخد بروفيلاكتيك دوز. هي ما عندهاش دي في تي دلوقتي، فمش هديها ثيرابيوتيك دوز، هديها بروفيلاكتيك عشان ما يحصل لهاش دي في تي برضو during pregnancy زي ما حصل لها دي في تي قبل كده وهي ماشية على سي او بيز. She should be placed on prophylactic warfarin therapy till delivery. هو warfarin ممكن يمشي دلوقتي لان احنا في السكند ترامستر 14 اسبوع، لكن لازم في الثيرد ترامستر تقلب على هابرين او كليكسان، وكمان مش لحد الدليفري بس، لحد بوست بارتم. فعشان كده نمبر سي دي مش صح. دي she should be placed on prophylactic low molecular weight heparin until 6 weeks postpartum. هي دي الدقيقة جدا. She should be on therapeutic dose of heparin. لا therapeutic لو هي عندها حاليا DVT هي اللي ماشيه على therapeutic dose، لكن طالما هي ما عندهاش انا بس بمشيها prophylactic عشان ما يحصل لهاش DVT، يبقى ماشيها على prophylactic dose of low molecular weight heparin. اوكي شكرا. يبقى احنا كده خلصنا 22 سي 23 سي 24 بي 25 دي 25. A woman suffers from of massive postpartum hemorrhage during emergency cesarean section. She is Rh negative and received 2 units of Rh positive fresh frozen plasma crash precipitate. What additional therapy should be given? طبعا ال fresh frozen plasma ده ما فيهوش cells، ما فيهوش RBCs، فبالتالي ما لوش علاقة Rh positive ولا negative، هو ما فيهوش أساسا ما فيش antigen اللي هيستيميليت antibody formation. ونفس القصة للcry precipitate، يعني احنا بندي لازم يبقى نفس ال RH لو احنا بنتكلم على دم على blood، لكن على fresh frozen plasma او cry precipitate مش فارقه. فلازم اديها انتي دي؟ لا ما بديهاش انتي دي خالص، لان ده انا بديها بس هنا fresh frozen plasma وبديها cry precipitate، انا ما اديتلهاش RBCs او packed RBCs، فبالتالي مش محتاجه ان انا اديها انتي دي. اوكي يا دكاتره. طب دكتور معلش سؤال، هي مش هي دي RH negative وولدت، يعني نديها الانتي دي بتاع البيبي بقى العادي ده ولا لا؟ يعني لو هو بوزيتيف، يعني هو ما بيتكلمش هنا على البيبي، هو بيتكلم على يعني انت لو هتدي يعني هو دلوقتي بيتكلم على ايه، ان هي عندها ما جالها ماسيف بوست بارتم هامرج ديورنج ايمرجنس زاريان سكشن وشي از ار انج اتش نيجاتيف وريسيفد كذا. هو ما جابلكيش سيره باكت ار بي سيز، لو كنت اديتيها باكت ار بي سيز كنت لازم انك انت تديها الانتي دي، لكن هو ما جابليش سيره البيبي ايه، هو بيتكلم على النقطه دي، ما بيتكلمش على ان البيبي كان ار اتش بوزيتيف، هو ما جابليش سيره البيبي هو ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف. لو البيبي ار اتش بوزيتيف طبعا هتديها ار اتش عشان البيبي وليس عشان البلاد ترانسفيوجن، لكن لو البيبي ار اتش نيجاتيف انت مش مديها محتاجه تديها اي انتي دي برضو. تمام ميرسي شكرا يا دكتور. العفو. 26 بي 27 بي 26 25 years old woman presents to ER with vomiting. She has right sided abdominal pain but no diarrhea. Urine analysis 3 ketone bodies no leukocytes. First test to be done. هي حامل هو ما قاليش هي حامل ولا لا، هي جايه vomiting وabdominal pain وعندهاش diarrhea وعندها ketone bodies. نعمل لها ECBC ولا pregnancy test؟ طبعا pregnancy test. لازم اعرف الاول هي حامل ولا لا عشان continue management. لو هي حامل يبقى هي كده hyperemesis gravidarum وهتبقى التراك بتاع hyperemesis gravidarum. لو هي مش حامل ابتدي بقى اشوف اعمل لها blood sugar، اشوف ده كيتون ده كيتوزس ولا ده عندها ايه ولا كده. فهو لازم الاول احدد الاول هي حامل ولا لا، لان المانجمنت هيختلف جامد جدا هي
هايبر أميسيس جرافيديرم ولا هي واحدة ست مش حامل وعندها بس فوميتنج وكيتون بوديز ان يورين. اوكي طب دكتور، هو الكيتون بوديز اللي في اليورين دي ملهاش علاقة أصلا بالبريجنسي صح؟ ما هي لو عندها ستارفيشن كيتوز في الهايبر أميسيس جرافيديرم بيبقى عندهم كيتون بوديز، لأن بيبقى عندهم ستارفيشن كيتوزس. يعني الهايبر أميسيس بتبقى ما عندهاش جلوكوز ان يورين بس عندها اسيتون ان يورين، عشان بيبقى عندهم حاجه اسمها ستارفيشن كيتوزس اللي هو ما بياكلوش عشان بيخافوا ان هم يرجعوا، فبيرجعوا كل شويه، فبالتالي في الاخر يبقى عندهم كيتون بوديز. فانت لازم تعرفي هي الاول حامل ولا لا، يعني الكونديشن دي هايبر أميسيس جرافيديرم ولا دي ملهاش علاقه. تمام شكرا. لا 27 بي 28 دي 29 A 29 أرجع إزراني لا يا دكتور بعد اسم حضرتك 28 أوكي 25 years old gravida 2 para 2 with chronic hypertension 38 weeks gestation ultrasound أريجا هيدرامنيس و اي جي ار. طيب ما خلاص ما الترمينيت بقى، ما احنا اساسا هي احنا يعني هو ده اي جي ار اسميت في ترويت اقل من 10 برسنتايل، يعني هو البيبي اي جي ار وكمان أريجا هيدرامنيس والان اس تي نان رياكتيف وابسنت فاريابيليتي وبيشب سكور بتاعنا 4. نكست ستيب ايه؟ نعملها ترمينيشن طبعا. نكست ستيب ان احنا نعملها ترمينيشن، هو كان المفروض اساسا انها تعملها ترمينيشن. يا فندم ما ينفعش تشيك بلاد بي اتش فيتال بلاد بي اتش؟ ليه فيتال بلاد بي اتش يا فندم؟ فيتال وال بينج يعني سكريننج عادي. ايوه احنا امتى بنستيميت الفيتال وال بينج ونأسس الفيتال وال بينج؟ لو انا عندي كونديشن هاي ريسك عشان انا اكمل معاها بريجنسي. لحد امتى اكمل بريجنسي؟ لحد 36 اسبوع. لكن انا لو وصلت لحد 36 اسبوع والبيبي حتى زي الفل بس انا هاي ريسك بريجنسي بترمينيت، مش كده ولا ايه؟ يعني انا وانس ان انا وصلت انا الايم بتاعي حاجه من ثلاثه يا دكاتره، ودي حاجه لازم تبقى مهمه جدا في ذهننا. يعني ما نطمعش بقى ان هو ايه ده، طب ما هو عندي 36 كويس، طب ما اكمل 37 اكمل ايه، ما عنديش مور بنفيت، ما انا المهم ان انا اوصل لماتيوريتي. فهي وصلت ل 38 اصلا، فمش المفروض ان انا اوصلها اصلا ل 38، ده هي كفايه 36 وهي اوريجو هيدرامنيوس واي جي ار والكلام ده كله. فاكمل ليه اسسمنت اوف فيتال ويل بينج؟ انا مش عايزه اكمل بريجنسي، انا كنت اكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج لو انا مثلا 35 اسبوع او 34 اسبوع، محتاج ان انا اكمل ازق شويه الماتوريتي فاكمل بقيه الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج. بس انا عايزه اعمل ترمينيشن، حتى لو النان ستريس تيست قال لي رياكتيف كنت برضو هعمل ترمينيشن. يعني مش عشان هو قال لي نان رياكتيف نان ستريس تيست، لا، حتى لو قال لي رياكتيف نان ستريس تيست كنت برضو هعمل ترمينيشن، مش كده ولا ايه؟ تمام شكرا. لا 29 A 30 D 31 30 previously low risk primary gravida is found to have uterine measurement 30 سنتي at 34 weeks. هو المفروض ان عند 34 weeks تبقى 34 سنتيمترز يعني، او يعني انا الديسكريبنسي لحد 2 ويكس بس لكن مش اكتر من كده، او 2 سنتيمترز بس. There is no fluid leakage، يعني عشان اول حاجه ممكن افكر ايه ده، هي حصل لها rupture of membranes عشان كده قالت، لان كانت الاول low risk او كانت يعني ما عندهاش مشاكل في الحمل، فبيقول ان هي لا ما فيش رابتشر اوف ميمبرنز. بس الالترا ساوند ورينا ان احنا ان هي اوليجو هيدرامنيوس الاي اف اي 6.5 او يعني شويه قليل. نو انوماليز والاسميتد فيتال ويت نورمال وناس ستريس تيست رياكتيف ذا موست ابروبريت تو بي دان. ايه هنا بقى نكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، لان احنا عندنا دلوقتي بقى الميجرمنت قليل خلاص، بس الاستيميتد فيتال ويت بتاعي لسه ويدين نورمال لانه مش اقل من 10 برسنتايل ولا هو اكتر من 90 برسنتايل، يعني ولا اقدر اقول عليه ماكروسوميك ولا اقول عليه سمول فور جيستيشنال ايج، هو ودين نورمال. فبالتالي يبقى انا كده هكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج لان انا لسه عند 34 اسبوع لحد ما توصل ل 36 اسبوع، وبعدين بعد كده نشوف نعملها ترمينيشن. فهي دلوقتي النان ستريس بتاعنا رياكتيف وهي لسه بريماتور لان هي 34 اسبوع، موست ابروبريت ان انا اكمل معاها اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، مش سيزارين طبعا ولا اندكشن اوف ليبر ولا امنيوسنتيس اندكشن فيتال لانج ماتوريتي كونفيرمد، لا احنا بنكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. يعني وهو كان نان ستريس تيست رياكتيف، يبقى الاسبوع الجاي هكمل برضو نان ستريس ريبيت نان ستريس و اي اف اي ميجرمنت ان فيو دايز. ايوه اللي هو يعني ممكن نعمله باي ويكلي او ممكن نعمله ويكلي. امنيو انفيوجن اند ايميديت دليفري لا، فهي نمبر دي لان انا هكمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج لحد ما نوصل ل 36 اسبوع، او لو لقيت ان الكونديشن بقى فيها مشكله قبل ما نوصل ل 36 اسبوع.
اوكي معايا دكاتره؟ تمام يا دكتور، بس انا كنت مستغربه ان هو بيقول in few days، يعني هي ما هو انت ممكن تعمليه باي ويكلي او ويكلي، فهو لو باي ويكلي يعني كمان يومين ثلاثه، ما هو ده هيبقى in few days مش كده ولا ايه؟ اصل حتى لو هي in few days ملخبطاكي، طب هتختاري ايه؟ ما انت فعلا انت محتاجه تكملي observation و assessment او فيتوري to continue بس observation، لكن انت مش هتعملي لها اي intervention. دكاتره مش عشان الاجابه الصح مش على مزاجكم قوي تختاروا اجابه غلط، لان دي انا اكتشفتها انكم بتعملوها كتير، ان الاجابه اللي هي بتبقوا عارفين ان هي صح بس هي مش بالظبط زي ما مكتوبه في الكتاب او زي ما انتم متعودين عليها كويس او كده، فبالتالي بتروحوا الاجابه بعيده تانية خالص. ما لا، انت تختار اللي انت قريب منك اكتر ما انت لا اللي قريب منك ده مش عاجبك قوي فاختار حاجه بعيده قوي. مش صح كده؟ مش كده ولا ايه؟ تمام يا دكتور، ميرسي. العفو. 31 بي، 31 24 years old Gravida 2 para 1, 39 week gestation is not in active labor, is evaluated for decreased daily fetal movement. يا جايلنا by decreasing daily fetal movement count يبقى هنجو for non stress test مش كده ولا ايه؟ blood pressure بتاعها normal, NST shows absent acceleration يعني non reactive non stress test، يبقى هنعمل ايه؟ هنجو for الستيب اللي بعد ال NST، هنجو for by physical profile، يبقى number B by physical profile مش كده ولا ايه؟ لان هي طالما ان هي يعني عاديه كويس يعني مش هاي ريسك بريجننسي، فانا بستنى سبونتينيوس ليبر تجي لها. لو كانت هاي ريسك بريجننسي كويس اللي هو بنعمل لهم ترمينيشن، لكن اللو ريسك بريجننسي بنستنى سبونتينيوس ليبر تجي لها. بس دكتور عشان هي 39 اسبوع ليه ما عملش ترمينيشن؟ طب ما هو ده اللي انا بقوله والله العظيم، ان هو ايه يعني ما 39 ما نعمل ترمينيشن لكل ستات عند 36؟ ليه اعمل لها ترمينيشن يا جماعه غير لو في انديكيشن؟ ايه الانديكيشن فور ترمينيشن هنا؟ ان النان ستريس تيست نان رياكتيف. لا، نان رياكتيف يبقى بعمل بقيه الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج. لو لقيت اخر ستيب اللي هي الدوبلر هو اللي وحش اللي ساعتها اقرر ترمينيشن، لكن نان ستريس تيست نان رياكتيف. طب امال امتى بنعمل باي فيزيكال بروفايل بقى؟ ما كده يبقى اول ما تقولي ديلي فيتال موفمنت كاونت وحش وهي 39 اسبوع ما اعمل لها ترمينيشن، اجو فور نان ستريس ليه؟ يا جماعه هو الهدف ايه؟ لازم نبقى واضحين قوي، واضحه في ذهننا الهدف في الاوبستريكس. الهدف في الاوبستريكس سلامه الام وسلامه البيبي. سلامه البيبي امتى؟ ان انا اوصل بيه لبر الامان اللي هو عند 36 اسبوع لو انا بتكلم على هاي ريسك بريجننسي. طب افرض ان هو لو ريسك بريجننسي يعني ما عندهوش اي مشكله ولا البيبي ولا الام، خلاص يبقى الهدف ان هو تولد ولاده طبيعيه امنه. طبيعيه يعني ايه؟ يعني يجي لها سبونتينيوس ليبر بينز، ولا نعمل لها ترمينيشن ولا اندكشن ولا سيزاريان ولا كده. فالاهداف دي لازم تبقى واضحه في ذهننا عشان احنا عندنا اوبشنز كتير قوي ممكن نعملها في الابس عشان ما نبقاش متلخبطين. هو امتى اعمل ترمينيشن؟ هو اما الست خلاص وصلت ل 38 ولا 39 انا استنى ايه؟ ما اعمل لها ترمينيشن؟ لا، بستنى الولاده الطبيعيه، طلق ربنا يجي لها. ماشي؟ اوكي ولا ايه؟ لا، اللي عنده مشكله يعني ان هو لا لسه في حاجه ما اتجاوبتش في دماغه يقول لي دلوقتي بدل ما يجاوبها مع نفسه في الامتحان وتبقى حاجه مش صح. تمام كده يا دكتور، ميرسي. لا، 32 اي، 32 the following are contraindicated to epidural except hypovolemia، ولا لو واحده hypovolemic ما بديهاش epidural. لو لو bleeding طبعا مش هديها epidural، هتعمل هيماتوما. لو infection at the site of injection برضو مش هدي epidural. decrease blood pressure برضو مش هدي epidural. preeclampsia لا دي بديها، ده انا بخاف من الhypotension لان هي الepidural بتعمل hypotension، لكن لو واحده preeclamptic ما اديها epidural عادي، ما بالعكس يعني ما اديها epidural لان هي الepidural هتعمل hypotension. اوكي، فالaccept هنا هي preeclampsia. ايه دكتور بعد اذن حضرتك، هو انا بس كان سؤالي لو هي كانت سيفير بري اكلامسيا، هو مش سيفير بري اكلامسيا بيكون معاها هيلب سندروم والبليتليت كاونت بيكون قليل؟ يا عم ممكن يا عم، ده انت مزجتيني جدا يا فيبرونيا. ده انت ده السؤال ده اللي انت في دماغك ده مش هو اللي مكتوب خالص. لا لا مش هو اللي مكتوب، اكلامسيا ما هو سيفير ممكن يبقى معاها هيلب وممكن تبقى دي اي سي واديها كده. ازاي هو بيقول ايه؟ هو قال لك سيفير بري اكلامسيا وذ هيلب سندروم؟ انا قصدي لو كده هو كل اللي شديها بس ايه بيرد عليا؟ لا لا والنبي بجد، لان انا هو ده اللي بيقلقني، اللي هو دلوقتي قايل لنا بري اكلامسيا، هل كل البري اكلامسيا لازم يبقوا سيفير بري اكلامسيا ويبقى معاهم هيلب سيندروم؟ لا انا بتكلم بس يعني لو هو كان حاطط الاوبشن ده برضو انا مش بدي بس ايبيديورال برضو في لو قال لك هيلب سيندروم مش هتدي ايبيديورال طبعا، بس لازم يقول لك هيلب سيندروم، ما يقولكيش بري اكلامسيا، لان بري اكلامسيا يعني بري اكلامسيا مش هيلب سيندروم. تمام اوكي يا دكتور.
بتلعب 33 دي. طب انت فيبرونيا انت عايز 33 ولا ايه؟ طيب 33 دي شادي عايزه 23 سنه مالتي بارا ان هاز بين اكتف ليبر فور 8 اورز سيرفكس 8 سنتي فيرتكس ستيشن بلس 1 اسميت فيتال ويت افريج ريسنتلي هير كونتراكشن هاز بين اوجمنتد باي اوكسيتوسين رابتشر ميمبرانز كراك فيتري If a brain normotensive, there is recent change in the fetal heart rate tracing, and upon your arrival, there is late deceleration. The most appropriate إن إحنا نعمل لها إيه؟ طيب يعني هي الست دلوقتي خلاص station plus two يعني خلاص يعني البيبي حتى ولد يعني وهي قريبة أوي بس لسه 8 سنتي يعني مش fully dilated عشان أركب لها forceps أو حاجة. فأول لما أنا جيت لقيت إن هي عندها late deceleration فأحب أعمل لها إيه؟ فورسبس مش هنفع اعملها فورسبس هي 8 سنتي الميديا سيزاريان ديليفري هو الاول في يعني لو هي persistent late deceleration to absent variability مش عارف ايه اللي حجوه فورس سيزاريان سكشن بس احنا في emergency ان احنا بنقلبها على جنبها مش كده بنديها اكسجين ونعملها حاجات دي لو هي ردت خلاص لو البيبي ما ردش هو اللي ساعتها هنجو فورس سيزاريان سكشن عامل انفيوجن اكيد لا ده انا عامله لها رابتشر ميمبرانز discontinue oxytocin and supplement oxy طب هعمل كده هعمل كده طبعا observe and reevaluate after 2 hours ما هو البيبي دلوقتي في late deceleration لازم امانج late deceleration دي ان انا اوقف الاكسيتوسين انا مديها واقلبها على جنبها واديها اكسجين وكده ولو هو فضل لسه persistent late deceleration حتى انا اعمل cesarean section لو هو ردت خلاص يبقى هكمل معاها عادي اوكي خلاص تمام يا دكتور تمام هو انا اتخدعت بس ان هي station plus 2 فقلت اخرجه بسرعه يعني هو 8 سنتي خلي بالك لازم instrumental على fully dilated اوكي تمام شكرا 34 اي 35 سي 36 بي 37 اي 38 اي 38 معلش يا دكتور 37 حاضر 37 25 years old 35 week gestation presents with painful contraction every 3 minutes يعني هي pre-termed كده cervix is 3 cm dilated 50% effacement intact membrane reassuring she stripped by to call sulbutamizazone IV hydration contraction ceased and she was discharged one week later يعني جات له هي 36 أسبوع she returned with contraction for the last 8 hours the racket changes are the same the most appropriate خلاص هي بتولد يعني repeat to call لا خلاص ما هي 36 أسبوع بيتاميسازون مش حدي تاني اما هي وصفت ل 36 اسبوع خلاص تقالسز اونلي مش حدي تقالسز هي 36 اسبوع انتي بايوتكس اند اي في هايدريشن اونلي والاكسبكتنت مانجمنت انا مش هعمل لها حاجه اكسبكتنت مانجمنت ما تولد ما هي 36 يعني ماتيور خلاص البيبي تعمل اكسبكتنت مانجمنت اشوف بقى هي ليتن فيز ولا اكتف فيز ليتن فيز اروحها اكتف فيز ادخلها واعمل لها اكتف مانجمنت على حسب لان احنا وصلنا ل 36 اسبوع اوكي هو انا بس كان سؤالي اللي هو الترم 36 ولا 37 عشان انا متلخبطه في الموضوع 36 اسبوع 36 اوكي اما احنا كله بنقول عليه 36 مش كده ولا ايه او احنا اخدناها في الاطفال 37 ويعني كذا حد قال لي برده في النساء ان هي 37 فمتلخبطه في الموضوع يبقى اسألي تاني اللي قالوه لك قبل كده لان انا دايما اللي بقوله 36 ممكن ابقى انا غلط فانت اسألي اللي قالوا لك 37 وكونفيرمي معاهم وشوفي ريفرنسز وشوف يعني ريفرنسز كاتبه ايه ماشي تمام ماشي ميرسي يا دكتور العفو 38 اي 39 اي 38 ولا 39 39 يا دكتور اوكي women with polyhydramnios what's the most common cause طبعا idiopathic البوليهيدرامنيوس اكتر سبب هو idiopathic من غير سبب خالص يعني تلاقيها ولا diabetic ولا RH incompatibility ولا اي حاجة خالص لكن هو بيبقى idiopathic البوليهيدرامنيوس فده most common cause هو عايز most common ده ليكول عادي خالص يا شايف مفيش اي مشكلة هو انا متهيألي يعني كان متهيألي ان انا قريتها في الكتاب ان maternal diabetes هي اللي كان كاتبينها most common لا مش ممكن يبقى في الكتاب مكتوبه كده لان هي الايديوباثيك هي اللي موست كومن استنى بقى هفتحها لان ما مش ممكن كمان يبقى كاتبين موست كومن دايابيتس الكتاب مكتوب اول حاجه ايديوباثيك يا فندم الكتاب مكتوب اول حاجه ايديوباثيك بس مكتوب جنب تقريبا دايابيتس هي الموست كومن
نفتح بقى، لانه اصل ما هو مش كده، مش للدرجه دي برضو، لان هو الموست كومن هو ايديوباثيك، فليه يكتبوها حاجه تانية يعني؟ اهو اهو افتحها صفحه 157 يا شادي. ما هو ما مش مش للدرجه دي. موست كومن كوز بالنسبه للماتيرنال كوزز، لكن هو ايتيولوجي ايديوباثيك اول حاجه، بعدين فيتال، بعد كده موست كومن كوز في الماتيرنال كوزز ان هي تبقى جيستيشنال دايابيتس، لكن مش موست كومن كوز بتاع البولي هيدرامنيوس. موست كومن كوز للبولي هيدرامنيوس اهو حتى بيقول لك ايديوباثيك. الموست كومن على الاطلاق هو الايديوباثيك، الموست كومن في الماتيرنال هو الدايابيتس. اه او يعني لو في كوز، يعني حتى لو فيتال او ماتيرنال كوزز كويس، فيتال او ماتيرنال يعني لو في كوز هتبقى هي دي. اوكي زي بالظبط الفايبرويد، هو موست كومن بريزنتيشن انه اسيمتوماتيك، لكن لو في بريزنتيشن هتبقى بليدنج. تمام اوكي ماشي، ثانك يو يا دكتور. دوري 40 بي 40. عايز 40 يا شادي؟ لا دكتور مش عايز 40، لا خلاص. اوكي 41 بي 42 اي. ايه يا دكتور لمي افندم؟ 40 يا دكتور. 40 28 years old woman noted loss of fetal movement at 36 weeks gestation. The patient went for follow up at 40 weeks. يعني هي من عند 36 اسبوع وهي مش حاسه بحركه البيبي، راحت بعديها بشهر، راحت عند 40 اسبوع. Fetal heart sound is not heard. واليوترس measured 30 centimeter from the symphysis. ده هو واضح انه IUFD بقاله فترة طويلة، لان هي يعني ركزت ان البيبي ما بيتحركش عن 36 اسبوع، وراحت عند 40 اسبوع قالوا لها ان اليوترس حجمه 30 اسبوع. دي ممكن ايو تكون داخلة في DICD. The following test would be valuable to perform maternal extra-uterine clotting. طبعا يعني ده انا خايفه جدا من دي اي سي دي، يبقى لها ده احنا دلوقتي 40 اسبوع وهي واليوترس حجمه 30 سنتي، يعني بقى لها 10 اسابيع ايو اف دي، مش كده ولا ايه؟ فطبعا اللي هبقى عايز اعمله اطمن ان هي ما دخلتش في دي اي سي، اعمل لها فايبرانجو او اف دي بيز واشوف الكلوتنج فاكتور يعني ناحيه الدي اي سي، لان انا هبقى قلقانه هنا من دي اي سي. اوكي تمام، ولا في سؤال هنا؟ اوكي 41 بي 42 اي 43 بي 44 اي 45 44 44 صح؟ ايوه يا دكتور. اه ايه دكتور 44. Okay, priming gravid at 37 weeks with low pregnancy and complicated. She presents to ER with decreased daily fetal movement count. طيب, decreased daily fetal movement في 37 أسبوع عند واحدة uncomplicated, يبقى هجو for non-stress test by physical profile والقصة دي. ماشي؟ لو كانت دي في high risk pregnancy كنت حملها termination على طول، لأن أنا هدفي أن أنا أوصل ل 36 أسبوع. CTG is normal and reactive. She continued to perceive reduced daily fetal movement count on despite normal CTG. يبقى هجو فور الستاب اللي بعدها بقى، يعني هي برغم ان انا طمنتها وقلت لها برضو البيبي كويس وكل حاجه والCTG بتاعنا normal، CTG بتاعنا reactive، لكن لسه برضو هي حاسه حركه البيبي قليله، يبقى هجو فور المور assessment. The following induction لا reassure، لا ما لازم برضو نطمن، لانه اللي بتقوله الام لازم يبقى taken into consideration يا دكاتره. ريبيت سي تي جي، مش هريبيت نفس الاكزامينشن بقى، هريبيت هعمل الحاجه اللي بعديها، يا اما باي فيزيكال بروفايل يا اما دوبلر. الترا ساوند فور فيتال جراث لايكور اند دوبلر ستادي اه نمبر اي، لان انا هجو فور الستيب اللي بعد السي تي جي، لان انا عملت السي تي جي ولقيته رياكتيف، لكن هي لسه برده حسب حركه البيبي قليله، يبقى هنجو فور الستيب اللي بعدها اللي هي باي فيزيكال بروفايل ودوبلر ستادي. اوكي في سؤال هنا يا دكاتره؟ خلاص تمام يا دكتور، شكرا. تمام يا دكتور. 45 بي 46 جي 47 اي 48 بي 49 اي 50 سي 51 دي 52 دي 53 بي 54 دي 55 بي 55
prime gravida presents with decreased fetal movement count for 24 hours. She had 34 week gestation. Non-stress test CTG showed 180 beats per minute of variability, 3 beats per minute. She had been unprovoked persistent deceleration. طب يعني ال CTG بتاعنا وحش جدا اهو. انه يعني ال CTG بتاعنا اولا بيبي تاكيكارديك قوي لانه هو نورمال هارت ريت من 120 ل 140 140 160 ريلاتيف تاكيكارديا، لكن اكتر 160 ده تاكيكارديا فهو 180. والفاريابيلتي بتاعتنا 3 بيتس بير مينت، المفروض الفاريابيلتي تبقى اكتر من 5 بيتس بير مينت، يعني لازم البيت تو بيت فاريابيلتي يبقى فيه تشينج من 5 اكتر من 5 بيتس بير مينت، لكن مش اقل من كده. اقل من كده ممكن تبقى قربنا من اللوس اوف فاريابيلتي. طالما هي 3 بيتس بير مينت احنا كده قربنا من اللوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي. وذير هاف بين انبروفوكت بيرسيستنت ديسيليريشن، وبيحصل لها كمان بيرسيستنت ديسيليريشن بقى لها 20 مينتس. واتس ذا موست ابروبريت مانجمنت ان انا اعملها لها؟ هي عند 34 اسبوع والبيبي بتاعنا وحش قوي، فنحب نعملها ايه؟ ادميت اند ريبيت سي تي جي؟ لا، سي تي جي وحش مش هريبيت. ايمرجنسي اس دي معانا، سي اس ايف انذر ساين اوف ديستريس از بريزنت، ما هو انا اوريدي عندي ساينز كتيره اوف ديستريس. اندكشن باي بروستاجلاندنز، هو مش هيتحمل بروستاجلاندنز. رياشور اند ديسشارج، مش هينفع رياشور اند ديسشارج لان البيبي ده عندنا لاس اوف بيت تو بيت فاريابيليتي، ده كتره من اوحش الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها ساينز اوف ديسيليريشن، اوحش كمان من البيرسيستنت ليت ديسيليريشن، وهو اوريدي الفاريابيليتي بتاعتنا 3 بيتس بير مينيت، يبقى كده هنضطر نعمل له سيزارين سكشن. انا بس كنت بدور ان يبقى في ستيرويدز اند سيزارين مثلا، بس ما لقيتش كورتيكوستيرويدز موجوده خالص. خلاص يبقى اضطريت ان انا اختار نمبر بي اللي هي ايمرجنسي سيزارين سكشن، لان العينه دي احب قوي ان انا اديها ستيرويدز حتى لو ما قدرتش استنى يعني 24 ساعه بعد الستيرويد، بس احب قوي اديها ستيرويدز واعمل لها سيزارين سكشن. اوكي تمام خلاص، شكرا يا دكتور. 56A low risk primary gravida in labor was augmented by oxytocin. Cervix is 7 cm dilated, had as ischial spina and station 0. She has epidural for pain relief, pain relief with CTG بتاعنا 155 normal. سينوسايدريزم ده طبعا برضو من الحاجات اللي فيري اومنيوس ساين، ان هو يبقى عندها سينوسايدريزم يعني ما فيش بيت تو بيت فاريابيليتي خالص سينوسايدريزم. لا دي لازم تعملها ايمرجنسي سيزارين سكشن، حتى لو قال لك ان هي 9 سم هو لازم تتعملها سيزارين سكشن، لانه ده البيبي ده اكستريملي ديستريس، ده لو عملت له تورو بي اتش هتلاقوه اسيداتك، فلازم ايمرجنسي سيزارين سكشن. يعني انا بدور هنا بقى على ايمرجنسي سيزارين سكشن، مش حتى مش محتاجه ان انا اقرا بقيه الحاجات الباقيه. اوكي يعني هنا ما لهاش لازمه ان انا اعمل اللي هي الفيرست ايد اللي هي قلبها والاكسجين والكلام ده. لا انت بتقلبي والكلام ده ايه لو هي عندها ليت ديسيليريشن مره، لكن افرضي ان هي عندها بيرسيستنت ليت ديسيليريشن، لا دي هتعمليها سيزارين. طب افرضي ان هي عندها لو سبيت تو بيت فاريابيليتي، دي هتعمليها لها سيزارين. ساينوسايدال ريزم يعني اكتر كمان، ده هو بيقولوا عليه صوت توس ابييرنس اللي هو بيبقى زي المنشار كده البتاع، فاللي هو يعني ما فيش بيت تو بيت فاريابيليتي خالص، ده خلاص قرب يبقى اللاين اللي هو فلات لاين، يعني قرب خلاص البيبي هيموت يعني فلازم ايميديت سيزارين سكشن. يعني ده اوحش نوع من الدستريس ممكن نقابله اللي هو السينوسايدال ريزم. تمام فهمت، شكرا لحضرتك. ثانيه سي تي جي ممكن تخلينا نعمل ايمرجنسي سيزارين دول افندم؟ في اي ساينز ثانيه على سي تي جي ممكن تخلينا نعمل ايمرجنسي سيزارين دول؟ خلي بالك ما هو حتى ده افرض ان هي كانت فوري دايليتد ما كنتش هعملها ايمرجنسي سيزارين، كنت هعملها فورسبس. فانا ما بحبش ان انا اقول مثلا لو كده تعمل كذا لو كده تعمل كذا، لانه بيبقى في فاريبلز ثانيه كتير موجوده في الكيس، فما اقدرش اقول لك لو كده تعمل كذا ولو كده تعمل كذا. يعني انا بتكلم على الحاجات اللي هي فيري ستريسفل او ديستريس للبيبي، هي البوينتس دي، فتبقى انت بقى عارفها وتشوف بقيه الحاجات اللي موجوده في الكيس ايه، فاللي هو تعمل سيزارين سكشن ولا مثلا حتى تركب فورسبس ولا هتعمل ايه على حسب بقى بقيه الكيس. تمام شكرا يا دكتور. العب. 57A 58B 59A 60A 61A 60 ولا 61؟ 58 يا دكتور معلش بس 58؟ هو مش recurrent distraction. Recurrent distraction دي معناها cord compression. Current variable. معلش حضرتك عايز 58 صح؟ بس variable variable deceleration يعني ايه variable deceleration اللي هي بتبقى cord compression.
مش ديت حاجه emergent خالص ولا عادي برضه؟ لا كورد كومبريشن يعني بتغير بس البوزيشن بتاع العينه، لان هي مش كورد برولابس، هي كورد كومبريشن. خلاص كورد برولابس غير كورد كومبريشن. كورد كومبريشن دي مش لازم يبقى الكورد برولابس، يعني ممكن والكورد فوق عادي خالص، بس الهاد مثلا عملت كومبريشن على الكورد، او البوزيشن بتاع الام عمل كومبريشن على الكورد، فغير البوزيشن بتاع العينه عشان ما يحصلش كورد كومبريشن، ده غير الكورد برولابس. تمام. البوزيشن مش الممبرين روبشر. لا والنبي اقرا الكيس بقى، انتوا عمالين تتكلموا على كيس انا ما قريتهاش، مش كده ولا انتوا عايزين رقم كام؟ 58. طيب حاضر 58. 1 hour later هي الست مالها 35 سنة جرافيتا 2 بارا 1 39 week gestation presents to ER active labor cervix 5 سنتي 80% face to vertex station 0 CTG contraction average 3 minutes والvariability moderate variability acceleration not really normal ما فيهوش حاجة. طيب بعد 1 hour حصل لنا rupture of membrane spontaneously ماشي and she developed recent variable deceleration. اوكي next step هشينجي البوزيشن، ما ده اللي احنا عمالين نشرح فيه ان احنا هنشينجي البوزيشن، ايه المشكلة؟ انتوا عايزين 58 continue to monitor as variable deceleration don't require intervention. ايوه بس change the position يعني change maternal position. ايوه change the position and continue monitoring number B since it's remote from delivery performs performs cesarean. ليه؟ ما فيش غير cord compression، ما عنديش cord prolapse. administer oxygen by nasal cannula. ما بغير البوزيشن بتاع العينه، ده مش فيتر ديستريس يا جماعه، ادي اكسجين والكلام ده لو هو فيتر ديستريس، ده كورد كومبريشن. administer terbutaline. لا بغير البوزيشن البوزيشن بتاع العيانه، ايه المشكله في السؤال؟ ممكن توضحوا لي ايه المشكله عشان واضح ان انا اللي مش فاهمه المشكله فين؟ انا اتصورت بس يا دكتور كنت فاكره ان احنا هنعمل سيزاريان بس طلع. ايوه ليه نعمل سيزاريان؟ مش ربشر. طب وايه المشكله انها ربشر؟ دكاتره رابتشر ممبرنز هي مش هي كورد كومبريشن وليس كورد برولابس. هي مش لما يحصل رابتشر ممبرنز الكورد كومبريشن ده هيبقى اسمه كورد برولابس. لا هو ما كانش كورد برزنتيشن اصلا عشان يبقى كورد برولابس، هو كله ده ماشي ان هو كورد كومبريشن، يعني الراس تحت والكورد فوق، بس الراس بالبوزيشن بتاع الام ده عامله كومبريشن على الكورد اللي هو فوق البيبي اصلا، فنغير البوزيشن، مش ان هو لما حصل رابتشر اوف ميمبرز الكورد بقى برولابس. هو ما كانش كورد برزنتيشن عشان يبقى كورد برولابس، هو اصلا اساسي كورد كومبريشن بس. اوكي اوكي يا دكتور ماشي. في حد رافع ايده على حاجه يا دكاتره عشان بس اعرف اكمل؟ اللي رافع ايده يقول لي ايه المشكله، او لو هو ما عندوش مشكله ينزلها. ماشي شكرا. 59A 60A 61A 61 the previous patient اللي هي مالها 17 years old third gravida para zero is no prenatal care جات عند 29 اسبوع presents with painful contraction cervix 3 سنتيمتر dilated. طالما ان احنا لسه في الليتن فيز وهي preterm بدي تقلصز عادي، يعني طالما لو دخلت الاكتف فيز اللي هيبقى التقلصز مالوش معنى، فهديها التقلصز عشان هي 3 سنتي ودي preterm. No evidence of rupture of membranes or contraction every 3 minutes will be quite maternal temperature blood pressure كله normal. هنعمل ايه؟ ندي تقلصز. انتوا عايزين 61. The previous patient continues to contract and repeated pelvic examination shows a cervix 3 سنتي و 90% effaced. What should you do؟ هتدي antenatal steroids. هو المفروض كنت ابقى مديها، لو ما كنتش مديها طبعا هدي antenatal steroids طبعا. Antibiotics لا، طالما الممبرينز intact ما بديش antibiotics. IV sedation. السيديشن مش هتعمل حاجة. Continue to colosis. هي she is progressing الحقيقة، فأنا المهم أن أنا أديها steroids لأن هي she is progressing كل شوية. Prepare for cesarean section. مش هعملها cesarean section، هديها antenatal steroids لأن هي 29 أسبوع. المشكلة فين بس قولولي. أيوة أنا كنت بس مش عارفة يعني هديها steroids ولا هي already قلت ممكن يكون ادوها لها ولا اللي هي ما هو مش كاتبين لي. فطالما أن هو بصي طالما كاتبينهولك في الأوبشنز يبقى هو ما ادهلهاش، لانه هو لو ادهلها مش هيكتبه لك في الاوبشنز، فطالما ان هو مش كاتبينه في الاوبشنز يبقى خلاص لازم طبعا تديها ستيرويدز. طب وهنا ما ينفعش اكمل تقلصز عشان ايه؟ هتكملي تقلصز بس هو الاهم انك تدي ستيرويدز، ده ستيرويدز قبل التقلصز اصلا. يعني المفروض ان احنا نختار الستيرويدز من قبل التقلصز، ف
فيعني فانت كان المفروض نمبر اي دي يعني كنا بجن هتدي ستيرويدز خلاص فقبل ما تدي التوكاليسس، بس طالما ان احنا ما اديناش ستيرويدز لا يبقى لازم ادي ستيرويدز هنا اهم من من ان انا اكمل التوكاليسس. هو اصلا الستيرويدز هي اهم انك تديها عن التوكاليسس. ايوه تمام، شكرا لحضرتك. العفو دكتور. بعد اذنك هو الاستيرويدز المفروض يعني يعني المده اللي اتليست تشتغل فيها الاستيرويدز 24 ولا 48؟ بعد اخر دوز ب 24 ساعه، يعني هو ده اللي هي بتاخد ال 100% ايفكت بتاع الستيرويد. بس مش معنى كده ان انت لو مش هيبقى عندك هذا الوقت انك ما تديش ستيرويدز، يعني بمعنى ان الست دي ممكن تولد اقل من القصه دي خالص، مش مشكله. حتى ده انا العيانه اللي فاتت واحنا مدخلينها فور ايمرجنسي سكشن بتديها ستيرويدز، انت ما تعرفش هتستفيد منها 1% 2% يعني مش مهم، بس على الاقل تاخد اي استفاده منها. لكن لو انت عايز تاخد الكومبليت استفاده فعلا باي ذا بوك يعني من الستيرويدز دي، ان هي بعد السكند دوز، لان على حسب انت مدي بيتا ميثازون ولا ديكسا ميثازون لونج اكتنج ولا شورت اكتنج، فبعد اخر دوز ب 24 ساعه هو اللي تبقى ضامن انه كده الستيرويدز هي البيبي اخذ الاوبتيمم ايفكت بتاعها. تمام، ثانك يو دكتور. دوريا 62 ايه 62 ultrasound of a primary gravida عند 31 اسبوع was diagnosed by small for gestational age at 28 week gestation confirmed today a fetal gross اقل من 3 percentile، يعني فعلا هو من اي جي ار يعني اقل من 10 percentile. normal AFI with doppler absent diastolic flow. طب دي يبقى دي عملها سيزارين سكشن طبعا، لان absent diastolic flow مش كده ولا احنا عندنا absent flow reversed flow، يعني absent flow ده يعني خلاص انت لازم تعملها termination. she had received the steroids the two injections من 2 weeks، يبقى مش محتاج انك انت تكرره لان احنا بندي الستيرويدز once، انت ما بتحتاجش تكرر. best mode of delivery ايه؟ اعملها سيزارين سكشن. هي دلوقتي 31 اسبوع، اعملها عند 31، هو مش مديني 31 مديني 32، خلاص اعملها عند 32 اسبوع، فسيزارين سكشن at 32 weeks. اوكي دكتور، هو الابسنت انا بترمينيت ايميديتلي والابسنت ريفرس ولا الابسنت فلو هي اللي بترمينيت ايميديتلي؟ الريفرس فلو هي اللي بترمينيت طبعا ايميديتلي. الابسنت فلو ده اتس ان ايمرجنسي، عشان كده هو قايل لك 32 اسبوع، ماشي 32 اوكي، لكن هي الريفرس فلو هي اللي بترمينيت طبعا ايميديتلي. يعني يعني مش مسموح لي في الابسنت اسيبها مثلا خمس اسابيع لحد الترم؟ لا نيفر ايفر، خمس اسابيع ده ولا ده ماكسيمم خمس ايام مش خمس اسابيع. لا لا خمس اسابيع. انت عارف يعني ايه ابسنت فلو؟ يعني مفيش فلو رايح من الام للبيبي بالظبط during the stool. طيب يبقى ازاي هتسيبها خمس اسابيع؟ هو حضرتك بس كنت لما شرحت قلتي فولو اب، فانا افتكرت ان عادي يعني فولو اب بس هتابعها عادي. لكن لا مش نتابعها عادي، لا يعني اللي هو هتديها ستيرويدز وانت كلوز مونيتورنج مثلا عشان تلحق عشان الستيرويدز تشتغل ماشي في الابسنت فلو، لكن في الريفرس فلو ده كمان مش acceptable. يعني الريفرس فلو ده على طول دي ايمرجنسي بقى على طول هفضحها على طول، لكن الابسنت عادي ممكن بكره بعد خلاص بقى البيبي هيموت، فدي هتاخدها على العمليات على طول. تمام يا دكتور. دكتور انا هنا بعمل سيزيريان صح؟ افندم هنعمل سيزيريان هنا؟ اه طبعا، لان دي مش هيستحمل كونتراكشنز، ده هو اساسا ديستريسد بالمنظر ده من غير ما يجي له كونتراكشن. امال بقى لو ابتديتي تعملي اندكشن وجبتي له كونتراكشنز مش هيستحمل، لان اذا كان البلاسنتال بيرفيوجن وحش من غير كونتراكشن، امال بقى لما يبقى في كونتراكشن ويقلل المور اند مور البلاسنتال بيرفيوجن هيحصل ايه للبيبي؟ اوكي دكاتره معايا؟ ايوه دكتور. مثلا 63 سي 64 اي 64 لا دكتور بس حضرتك 63 you are seeing a para 2 at 36 weeks gestation was diagnosed of having a small for gestation age under 34 اسبوع. The scan today revealed growth along the third percentile، يعني برضو قليل. خلاص ما هنترمينيش بقى، ما هي 36 اسبوع مش كده ولا ايه؟ وpositive and diastolic flow ماشي، يعني عندها اند هيستوريك فلو كويس. بس مود اوف ديليفري ايه؟ سيزارين سكشن كده خلاص هنترمينيت، هنترمينيت بس باي اندكشن، لان هو هنا عندنا الفلو كويس فهنترمينيت باي اندكشن، بس طبعا لازم على كونتينوس الكترونيك فيتال مونيتورنج، لان دول هاي ريسك بريجننسي فهنكونتينيو على الكترونيك فيتال مونيتورنج. اوكي يبقى اندكشن اوف ليبر ات 37 ويكس ماشي، بس لازم يبقى عليها اندكشن باي الكترونيك وتبقى هي على سي تي جي يعني. اوكي ايه المشكله فينا يا فيبرونيا قولي؟ لا تمام يا دكتور، انا بس ما كنتش عارفه اعمل اندكشن ولا اعمل سيزارين سكشن.
طالما ان البيبي، بصي هو هي انت عندك هاي ريسك بريجننسي دي حقيقه، عشان كده هنعمل تيرمينيشن، لان لو ما كانش في عندنا بروبلم ما كناش اساسا عملنا تيرمينيشن. فهو البروبلم ده هو اللي خلانا نعمل تيرمينيشن. التيرمينيشن هيبقى بانهي مود؟ البيبي حاليا كويس لان نورمال اف اي والبوزيتيف اند استوليك فلو، وفي اند استوليك فلو كويس وكل حاجه خلاص. طالما ان البيبي دلوقتي كويس بالاسسمنت اوف فيتر ويل بينج، يبقى اعمل لها اندكشن بس اندر الكترونيك فيتر مونيتورنج، عشان لو في اي وقت حصل له ديستريس يبقى ساعتها نعمل سيزارين سكشن. تمام، مرسي جدا يا دكتور. لا 64 years old at 33 week gestation present to labor ward reports sudden gush of fluid. You suspect preterm premature rupture of membranes. How you should do? احنا طبعا في لو هي مدتني history of rupture of membranes، اللي بنعمله sterile speculum examination عشان نشوف اذا كان في fluid coming من السيرفكس ولا لا. وبعدين بعد كده بقى ممكن نعمل اي حاجه تانية. يعني ممكن لو احنا ما شفناش fluid coming from the cervix، لكن لقيت مثلا في fluid موجود في posterior fornix، خلاص اعمل منه nitrazine paper test او amniosure او مش عارف فيرن طبعا. وشبين باركايت ما بيتعملوش قوي دلوقتي، بس يعني ممكن وارد برضو. بس اول حاجه بنعملها هو ستيرايل سبيكولم اكزامينشن. وانس لو لقيت ان في فلويد كامينج فروم اوت اوف ذا سيرفكس، خلاص ما هو ايه اللي جاي من السيرفكس ده؟ ما هو لازم هيبقى الفلويد ده هيبقى لايكور، ما فيش فلويد تاني بيجي من جوه السيرفكس يعني. ف how should the diagnosis be confirmed ستيرايل سبيكولم اكزامينشن؟ طبعا دي معانا نيترازين ممكن، بس الاول بنعمل سترايل سبيكولم اكزامينشن، اكزامينشن اوف لانوجو هير فيرن ديجيتال بافجاين اكزامينشن. كل دول ممكن، بس هو اللي احنا بنعمله فعلا هو ده اللي بيكونفيرم اللي هو سترايل سبيكولم اكزامينشن، عشان تشوف هو جاي منين الفلويد ده. اوكي تمام يا دكتور. بس انا افتكرت ان هو مثلا الفيرست ستيب هي الاستراكس سبيكولوم، بس هي ات كانوت كونفيرم كده، بتبقى كونفيرمد باي نيتروزين. لا انت ات كان نوت كونفيرم لو انت ما شفتش فلويد كامينج اوت، فبالتالي تضطر تعمل حاجه ثانيه. لكن اف يو سي فلويد كامينج اوت اوف ذا سيرفكس يبقى ذاك اتس كونفيرمد، يعني يو دونت نيد تو جو فور انذر ستيب. تمام تمام، ثانك يو. 65 31 years old 30 week gestation presents with reduced daily fetal movement count for the past 2 days. يبقى بالتالي هجو فور نان ستريس تيست سي تي جي. السي تي جي مش هو النان ستريس تيست، هي الجهاز لكن السي تي جي ده ما فيهوش البتاع اللي هي بتدوس عليها عشان تشوف الفيتال موفمنت. اوكي فانا عايزه اسمه نان ستريس تيست، ما اسموش بجهاز السي تي جي. زي مثلا دوبلر بجهاز الالترا ساوند، فما ينفعش احط لي الترا ساوند وانا قصدي دوبلر فاختاره. لا، لازم يحدد لي ان هو دوبلر، خلاص لازم يحدد لي ان هو نان ستريس تيست. فهو نان ستريس تيست مش سي تي جي. مونيتور فيتال موفمنت فور 2 اورز. لا خلاص، طالما ديكريز ديلي فيتال موفمنت كاونت يبقى هجو فور ستيب اللي بعدها اللي هي نان ستريس تيست. الترا ساوند فور باي فيزيك البروفايل ده بعد النون ستريس. فيتو بلاس سامبلينج لا، ادمنستر ستيرويد لا، خلاص يبقى مش عندي النون ستريس، يبقى هضطر اخد الستيب اللي بعدها اللي هي البايفيزيكال بروفايل، يبقى الترا ساوند فور بايفيزيكال بروفايل. اوكي يعني لو كان كتب لي سي تي جي فور او نون ستريس سي تي جي فور نون ستريس تيست كنت هختارها، لكن هو كاتب لي سي تي جي بس. سي تي جي يعني كارديو توكوجرافي، انا غير الكارديو والتوكوجرافي انا عايزه اديها في ايدها عشان لما اللي هو البالس اوكسيمتر او البتاع اللي زي البالس اوكسيمتر ده، عشان لما تحس الفيتال موفمنت تدوس عليه. هو ده اسمه نان ستريس تيست. اوكي فانا عايزه اعمل النان ستريس تيست. السي تي جي ده لوحده ما فيهوش النان ستريس تيست. اوكي اوكي ثانك يو. 72 A 73 B 70 E 71 C 72 A 73 A 72 ولا 73 فبراير 72 يا دكتور. What is the most diagnostic feature for preeclampsia؟ بلاد بريشر. طبعا بلاد بريشر انا مش محتاجه يعني ده، لا ده لازم تقولي لي في ايه ده. ده مش ريكول، ده ديفينيشن. ده مش ريكول، ده ديفينيشن. إيه لا يعني احنا ما اخترناش بريتونوريا المشكله بريكلامسيا. ده باي ديفينيشن البلاد بريشر بتاعنا يبقى اكتر من 140 على 90، مش كده ولا ايه؟ فين المشكله بقى؟ لور ليمب اديما ده ممكن تحصل عادي، بروتينوريا ممكن مليون الف سبب للبروتينوريا.
تمام. انا بس اتلخبط ما بين فكره البري اكلامسيا والجستاشنال هايبرتنشن بس، فانا بس يعني فكره البروتونوريا دي هي اللي لخبطتني شويه، يعني بروتونوريا ستارتنج لا ايرلي بريجننت. بروتينوريا على فكرة يعني دلوقتي كمان بقت متشالة، يعني كان يعني زمان كان يقولوا لنا بري اكلامس دي بلاد بريشر وبروتينوريا وإديمة، شالوا الإديمة لأن مش لازم تبقى فيه إديمة خالص ومش دايجنوستيك وليها أسباب أخرى. تمام اوكي يا دكتور. طب انا فكرت فيها ان هو انا بس صوتي يقطع؟ ايرلي كده كويس. الصوت بيقطع وانا متهيألي. دكتور كده طيب كويس مع حضرتك؟ لا انا قصدي انتوا سامعيني ولا صوتي بيقطع؟ لا سامعين حضرتك. سامعين حضرتك. انتوا سامعيني ولا لا يا دكاتره؟ يا دكتور سامعين حضرتك. طيب هي الفكره ايه؟ يعني كنت بقول ان البري كلامسي كان زمان بتبقى بلاد بريشر والديما بروتينوري. اوكي يعني انا قصدي انه ايفن حتى دلوقتي، بس احنا لسه الفيرجن الكتاب بيتكلم على بروتينوريا مع البلاد بريشر، احنا مخلين البروتينوريا بس البروتينوريا لوحدها حتى مش يعني ممكن ما تبقاش موجوده، بمعنى ان لو البلاد بريشر عالي وفي سيمتومز اوف بري اكلامسيا او لابوراتوري ريزلتس بتاعت بري اكلامسيا بقول عليها بري اكلامسيا حتى لو ما فيش بروتينوريا. وبعدين ده هنا كمان بيقول لك ايرلي ان بريجنسي، يا نهار اسود ايرلي ان بريجنسي كمان دي غلط خالص، لان هو البري اكلامسيا دي مش ايرلي ان بريجنسي، البري اكلامسيا دي بتبقى بعد 20 اسبوع. ايوه انا لقيتها عشان خاطر ايرلي، بس هي فكره البروتينوريا عامه دي هي اللي كانت ملخصه لنا مع هي بري مش اكلامسيا، يعني دايما ايرلي. شايفه ان البري حتى لو حاطين لك ليتيا فيبرونيا غلط، هي بروتين مش هي دي الدايجنوستيك، حتى لو حاطين ليت ما هي اوكي تمام. بروتينوريا ميرسي يا اكتر حاجه دكتور. بتعمل بروتينوريا باس سيلز ان يورين، يبقى عندها يورين تراكت انفكشن. عشان كده لو لقينا جاي لنا بروتينوريا، ايوه انت كنت، او ان هي تكون السامبل كونتامينيتد بفاجينال ديسشارج موجود، عشان كده لازم تاخديها بالقسطره ولازم تشوف اذا كان بالقسطره ده عشان كان في باس سيلز موجوده ولا فعلا بروتينز ان يورين. يعني بروتينوريا دي فيها فالاسيز كتيره قوي، قصه بروتينوريا دي من اول فاجينال ديسشارج كونتامينيتد باي فاجينال ديسشارج ولا عندها انفكشن في اليورين ولا ايه، يعني مش خالص ان هي تبع البري اكلامس. عشان كده الاماونت اوف بروتين ان يورين او الاي سي ريشيو الالبومين كرياتين ريشيو هو ده اللي بقى بيتعمل فعلا، لكن مش البروتينوريا دي، لان البروتينوريا دي ليها فالاسيز كتير. لكن اكيد الدياجنوستيك هو البلاد بريشر، احنا بنتكلم في ايه يا جماعه؟ ده ديفينيشن. تمام يا دكتورة، بس تعريف الكتاب يعني هو فرق ما بين الجستاشنال هايبرتنشن وما بين البري اكلامسيا بالفرق بتاع البروتينوريا، يعني البروتين كريات ريشيو بس، فهي دي النقطة بس اللي أنا اتلخبطت فيها. يعني ممكن تبقى بري اكلامسيا لكن ضغطها مش عالي لو ما عندها بروتينوريا. لا لا تمام، هيكون لازم يكون ضغطها عالي، انا قصدي بس طيب ضغطها بالظبط كده عالي اهو، دي مش ومعاها لازم. بروتين. بصي لا 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 استني اسمعيني بس يا فيبرونيا، لا ما كلمه لازم يكون ضغطها عالي انا سامعة يعني هو حضرتك. الدياجنوستيك هي ضغطها عالي وبعدين نشوف بقى في ايه تاني، لكن مش ممكن تقولي لي هي بروتينوريا واسيب الضغط العالي بقى، مش كده ولا ايه؟ تمام بالظبط. يا جماعه تمام الموضوع ميرسي يا بسيط، دكتور، انا بس لو كالكعتو هيكلكع واكتر مما تتخيلوا بكتير بكتير. ده هو انا مش راضيه الخبطكم، بس يعني انا مش راضيه اقول كلام احسسكم ان هو لا ما فيش اي بيزك كونسبتس عندنا، لانه انتوا في ستيج ما ينفعش ان انا اعمل كده. لكن ما ينفعش انكم تقولوا ايه طب ما هو ممكن يبقى كذا او ممكن. يا جماعه الموضوع بسيط، بري اكلامسيا يعني ضغط عالي، ده اسم العنوان الشابتر كله هايبرتنسيف ديز اوردرز ديورينج بريجننسي بري اكلام، يعني لازم يبقى فيه هايبرتنشن. ما ينفعش انا ادور على بقيه الحاجات دي واسيب الموس دايجنوستيك انه مش مهم مش مهم الهايبرتنشن، انا بشوف بقيه الحاجات. مش ممكن مش ممكن ابدا. ده السؤال ده لما بيتحط بيبقى مش هديه، بيبقى اللي هو ايه يعني مش يعني عم عيسى هيجاوبه يعني بجد، مش ان عم عيسى حاجه قليل، انا قصدي من غير ما يذاكر ناس انا قصدي هيجاوبه. فازاي انكم انتوا تروحوا شايفينه ان هو في تريك بقى، وفين التريك اللي هم حاطينها لنا بقى؟ احنا هنجيبها يا جماعه، ده ما فيهوش تريك اصلا خالص، ده محطوط هديه ذكاء، يعني ذكاء. ماشي 73 ايه؟ 73 يا دكتور أفندم؟ 73 أصلا 73 30 weeks priming gravidus breach presentation sudden gush of fluid temperature بتاعتها normal والpulse normal relax abdomen leukocyte normal ultrasound showed normal most suitable نعمل لها إيه؟
طيب conservative management ولا external؟ أكيد مش external كفالك virgin طالما rupture of membrane. cesarean section برضو لأ. An induction of labor ما هي حصل لها rupture of membranes هي 30 weeks rupture of membranes عند كم أسبوع؟ عندي 30 أسبوع لأ مش هعملها induction طبعا. طيب سيركلاج لا يعني انا بدور بس على انتيبيوتكس وستيرويدز ما لقيتش خلاص يبقى هي كونزرفاتيف يعني هم كونزرفاتيف لان انا اللي انا عايزه اعمله لها دي 30 اسبوع وحصل لها رابتشر اوف ميمبرنز فانا عايزه ادي لها انتيبيوتكس وستيرويدز لحد بس ما الستيرويدز تشتغل مش كده ولا ايه وبعدين نشوف بقى احنا عاملها تيرمينيشن ولا هيحصل ايه يعني فهي كونزرفاتيف مانجمنت. اوكي دكتور هو انا بس كان عندي سؤال يعني هي برايمي وبريتش وعملت رابتشر اوف ميمبرين ف يعني ليه ما عملش سيزارين يعني انت دي ما تحبيش انك تستني عليها شويه مش دي 30 اسبوع اصل البريتش يعني لو هي الفلويد بتاعها هيبقى قليل هتبقى صعب ان هي تولد هو ده قليل هي بصي الفلويد بتاعها كام بيقول لك الاي اف اي كام هو ما لكيش اقل من 5 بيقول لك الاي اف اي 10 وبعدين even حتى لو انت planning for cesarean section انت حاليا اللي عايز تديه لها steroids طبعا steroids وantibiotics عشان ما يحصلهاش infection عليه وتستني شوية يعني على الأقل 48 ساعة وتشتغل الستيرويدز مش كده ولا ايه يعني ده هو هدفنا وليس هدفنا ان احنا نعملها cesarean section يعني most suitable management for this case انك انت هتحبي انك انت تعملي لها cesarean section دلوقتي لا تمام طيب هي ايه لازمة المعلومة اللي هو قال lax abdomen يعني يعني ما عليهاش contractions يعني she's not a labor لان احنا عندنا امتى بتبتدي تتدخلي لو جالنا rupture of membranes في واحده pre term يا اما يكون عندها labor pains لا هو بيقولك لا هي ما عندهاش labor pains يا اما تكون دخلت في complication الام او البيبي لا بيقولك temperature زي الفل والليكوسايتس كويس وما عندهاش اي complications خالص اوكي يا اما reach maturity لا هي she didn't reach maturity يبقى بالتالي conservative management صح ولا ايه تمام ما تتلخبطيش ان هي breach يعني حتى تكملي كونزرفاتيف مانجمنت لحد ما توصل ل 36 اسبوع بعدين هتولديها سيزارين هتولديها فاجينا ساعتها نشوف بقى المود اوف تيرمينيشن هيبقى ايه لكن احنا حاليا عايزين طبعا كونزرفاتيف مانجمنت لان هي ولا هي عندها كومبليكيشن ولا الام ولا البيبي ولا ان هي ان ليبر ولا وي ريتش ماتوريتي يبقى هو كونزرفاتيف مانجمنت. طب هي لو كانت عندها ترو ليبر بينز كنت هولدها سيزارين ولا برضه هولدها ولا ايه عامل ايه هو هنا مديكي اي داتا عن البريتش ده هو فوتلينج ولا فرانك ولا كومبليت والستيشن اخبارها ايه والبيبي وزنه قد ايه يعني مديكي اي داتا كده عشان انا احدد المود اوف ديليفري طيب ما هو لازم يديني داتا عشان اقول له اتولدها كذا لكن هو مش مديني اي داتا على البيبي يعني البيبي ده يعني لو هو مثلا اوف ميمبرين مش البريتش اصلا المين كونسرن المين كونسرن بتاع الكيس هو الرابتشر اوف ميمبرين مش البيبي اكيد والا ما كانش يقول لك لاكس ابدومين وليكوسايتس قد ايه والاي اف اي قد ايه والتمبرتشر قد ايه يعني هو كل كلامه ان واحده ما بتولدش وجالها بريماتشور رابتشر اوف ميمبرينز وما عندهاش ليبر بينز حتى هو مش هي الكيس كده يعني هو ما جابش هي بيقول لك لاكس ابدومين يعني ما بتولدش فبالتالي هيطلب مني المود اوف ديليفري ليه هو لو جه يطلب مني يعني لو مثلا الكيس دي سيكوينشال وقال لك ان هي دخلت في ليبر بينز بقى فهتولديها ازاي لازم يقول لي داتا بقى عن البيبي يعني البيبي ده 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو الستيشن بتاعته ايه هل هي مثلا 0 ولا ماينس 2 ولا بلس 2 ولا يعني لازم يديني داتا عشان اقدر انا اقول له تولد طبيعي ولا سيزاريان فرانك بريتش ولا فوتلينج ولا ني يعني مش كده ولا ايه ما ينفعش ان هو اقول انا المود اوف ديليفري من غير ما هو يكون مديني داتا اللي انا بحدد عليها المود اوف ديليفري هو هنا مش طالب المود اوف ديليفري هو بيقول هتكملي مع الست دي ازاي عايزه تعمليها سيزارين دلوقتي براحتك بس هو دي مش انديكيشن فور سيزارين خالص الرابتشر اوف ميمبرينز في واحده بري تيرم از نوت ان انديكيشن فور سيزارين سكشن ولا حتى لو واحده تيرم مش كده ولا ايه يعني غير لو كان عامله كومبليكيشن هذا الرابتشر اوف ميمبرينز فكرت بس معلومه كانت مكتوبه في الكتاب ان هو كاتب البري تيرم بريتش اقل من 32 اسبوع ده انديكيشن للسيزارين مش اقل من 32 اسبوع على حسب وزن البيبي قد ايه وبعدين انت دلوقتي خلاص احنا كده مطلق ان احنا لازم نعمل تيرمينيشن هو مين قال ان احنا هنعمل تيرمينيشن يا جماعه هو دي انديكيتد فور تيرمينيشن الاول ما هو انتوا يو ار جامبينج فور تيرمينيشن وهي اساسا شي از نوت انديكيتد فور تيرمينيشن يبقى هنجو فور سيزارين سكشن ليه هي دي انديكيتد فور تيرمينيشن عشان هي دي انديكيتد فور تيرمينيشن لا ردي عليا انا بسال بجد والله انت شايفاها ان دي انديكيتد فور تيرمينيشن هو انا كنت فاكره عشان هي بريتش ودخلت في رابتشر اوف ميمبرين فانديكيشن عشان بريتش اصلا يعني مش نورمال ليبر يعني ف
والله يعني. طب وما احنا قعدنا نهاتي في البريتش انه ممكن ليه كذا ميثود اوف ديليفري ليه يعني، يعني ليه؟ وبعدين في حاجه ثانيه برايمي كمان افندم، انا بقول ان هي كمان برايمي. خلاص بصوا خلاص انا قلت اللي عندي وانتوا يعني خلاص. انا ساعات بوصل لبوينت خلاص انا فشلت ان انا اوصل المعلومه اللي انا عايزاها خلاص. يبقى انا فاهمه حضرتك ان انا اوصل المعلومات اللي انا عايزاها خلاص، هعمل ايه؟ طيب ما عنديش، هي دي كل قدراتي. عايزه تعملي لها برده سيزارين، اعملي لها بجد. لا مش هتضايق خالص انك تعملي لها سيزارين خالص، بس انا اتمنى انه اي حد من اللي حاضرين يكون يعني وضحت وجهه نظري. صحيح انت برده وضحتي وجهه نظرك، خلاص الناس تقتنع بقى بوجهه نظرك، تقتنع بوجهه نظري، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. اكيد حضرتك يعني صح، انا بس كنت بوضح. لا ولا اكيد انا صح ولا حاجه، من قال ان انا اكيد صح ولا انا اكيد صح ولا اي حاجه خالص على فكره خالص. انا بقول لكم وجهه نظري، وانتوا في الاخر حرين اعملوا اللي انتوا عايزينه. اقتنعتوا بيها اعملوا بيها، ما اقتنعتوش بيها وبرده مقتنع بوجهه نظرك، وجهه نظرك تحترم واعملي بيها برده. وكل واحد يتحمل نتيجه الاقتناع بتاعه بحاجه، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ يعني احنا كلنا ماتشور. انا وظيفتي هنا مش ان انا القنكم، انا وظيفتي هنا ان انا اوضح لكم المعلومات، وفي الاخر انتوا حرين تعملوا اللي انتوا عايزينه وتتحملوا نتيجه اللي انتوا عايزينه، سواء للعيانه او لامتحانكم او لاي حاجه تانية. لكن طالما ان انا ما قدرتش ان انا اوضح يعني ايه ان هو 30 اسبوع وان كومبليكيتد وما فيهوش حاجه وفي رولز معينه لسه ما اتطبقتش، فبالتالي بنكملها كونزرفاتيف، انا ما عرفتش اوضح المعلومه دي خلاص، يبقى انا مش هقدر اعمل اكتر من كده. ما انا دي قدراتي، انا هعمل ايه؟ انا واحده عارفه قدرات نفسها، مش هقدر اعمل اكتر من كده عشان افهمك، مش هقدر، ما اعرفش. لا وحضرتك وضحت فيها، انا اسفه يعني بس. ايوه انا عارفه ان انا وضحتها، بس ده ما كانش كافي عشان يعني يفهمك. انا عارفه ان انا وضحتها، انا مش بكذب وانت ما بتكذبيش، بس ده بالنسبه لك ما كانش كافي انك انت تبقي فاهمه، فهماني؟ يعني ده ما كانش كافي، ما وصلش للستاندرز والاكسبكتيشنز بتاعتك اللي انت عايزاه، فانت ما اقتنعتيش باللي انا عملته خلاص. انا مش متضايقه، هي دي قدراتي خلاص، انا عارفه وهي ما وصلتش ليكي. انا يعني خلاص حتى مش هقدر اقول لك انا اسفه، لان هي دي قدراتي وربنا خلقني كده، فانت ما اقتنعتيش بيها خلاص، هعمل ايه؟ طيب خلاص معلش يا دكاتره اللي لسه مش فاهم 73، انا مش هقدر اوضحها اكتر من كده. فانا بس عايزه عشان ابقى عارفه انا يعني اللي برده مش فاهم 73 يرفع ايده عشان ابقى فاهمه انا بتعامل مع ايه. ممكن اللي مش فاهم 73 جت كده منين يرفع ايده؟ أربعة وسبعين سي، خمسة وسبعين إي، ستة وسبعين دي، سبعة وسبعين إي، ثمانية وسبعين إي، ثمانية وسبعين. What is the suggested plan of this case؟ طيب ثمانية وسبعين بقى هنقرب من أربعة وسبعين بقى. 30 سنة 32 weeks gestation presents to routine antenatal care، blood pressure بتاعها 150-90. يعني هي عندها hypertension وقلبي من يورين، يعني preeclampsia، بس my preeclampsia طالما ان هو ما وصلناش لمية يعني اكتر من 140-90 يبقى preeclampsia، عشان فيها قلبي من كمان، لكن اقل من 160-100 فمش سيفير. normal symphysio fundal height، يعني مفيش IGR ولا oligohydramnios ولا حاجة، ultrasound normal، ultrasound single fetus breech presentation normal fetal biometry والplacenta fundal وFI كويس. طيب how you can interpret my preeclampsia ماشي. What's the main maternal risk of this case؟ انتوا مش عايزين ده. main fetal risk برضو مش عايزين ده. all the following investigation what is the suggested plan of management بالنسبة لنا؟ بالنسبة للست دي بنعمله ايه عن 32 اسبوع؟ هنعمل لها close observation recheck ماشي. هي عملت معامل هنا، يعني هي محتاجة ان احنا نعمل لها معامل بس نعرف اذا كان عندها مشكلة في المعامل ولا لا، عشان لو كان عندها مشكلة في المعامل هنضطر نعمل termination، او ما عندهاش هنكمل diuretics اكيد لا. الفا ميثايل دوبا ما بنديش عند غير عند 160-100 اللي هو السيفير، لكن المايلد مش indicated for anti-hypertensive. external cephalic version هي rupture. external cephalic version هي ايه؟ mild breach بس 32 اسبوع، احنا بنعمل عن 36 لان 32 هو ممكن يلف لوحده، فلا مش هنعمل لها سيزارين سكشن. لا مش هعمل لها سيزارين سكشن، فبالتالي خلاص هي احسنهم ريتشيك افتر 1 ويك. اوكي تمام يا دكتور تمام. 79 سي، 80 بي،
80 24 years old grave the 3 para 2 vaginal delivery presents to ER 37 أسبوع nausea occasional vomiting severe pain on the right iliac fossa and she's annual blood pressure بتاعها قليل بارس عالي temperature عالية abdomen localized rigidity tenderness على right iliac fossa right iliac fossa right iliac fossa دي ultrasound appendix ماشي appendix general surgeon decided to do appendectomy ماشي ask for your advice to deliver لا أنا مالي ما يعمل لها appendix ما تعمل appendectomy عادي وتخشوا في spontaneous labor أنا مش هفتح لها uterus يعني عشان تفتحوا الابدومن بتاعتها وهي لسه عند 37 أسبوع cesarean section should be considered only if the appendix مش حاملها cesarean خالص الست دي جرافيدا 3 بارا 2 دي والدة طبيعي مرتين قبل كده do appendectomy and wait for spontaneous labor طبعا يعمل appendectomy زي ما هو عايز لكن هي لما تخش في طلقها تبقى تولد should have a cesarean section لا طبعا cesarean لا هو هتعمل appendectomy وبعدين وقت ما يجي لها طلقها تبقى تولد طبيعي عادي ايه المشكلة في دي هو انا بس قلت يعني هي 37 فهي 37 اسبوع فليه عرضها complications of surgery مرتين يعني وانت ليه تعملها سيزارين اصلا هي هتولد طبيعي الست هو كون ان انا فتحت بطنها يبقى انا فتحت اليوترس انا مش فتحت اليوترس طبعا ما انا كده الانسيجن بتاعه الابندكس انسيجن مختلفه خالص عن الانسيجن بتاعه اليوترس انا عارف بس اللي هو فكر ان قلت ليه عرضها كومبليكيشن مختلف لا شادي انت هتفتح فتحه اكسبلوراتوري لان الابندكس وقت البريجننسي ما بيكونش في المكبرني بوينت بيبقى عالي وممكن يبقى سب هيباتيك كمان فانت هتفتح اكسبلوراتوري وهتفتح البطن عادي جدا يعني ممكن ثرو فتحه الابندكس انك تعمل سيزارين سكشن طبعا ممكن لكن لان انا ليه اعرضها لسيزارين سكشن بالموربيديتي بتاعت السيزارين سكشن ويجي لها بلاسينتا اكريتا بعد كده وابقى انا عملت لها سيزارين سكشن ليه اعمل لها سيزارين سكشن والست بتولد طبيعي عشان فتحت بطنها عشان ابندكس انا فتحت سكن وسبكوتينس فتحت ابدومن انتيرير ابدومنال وول انا كل اللي فتحته انتيرير ابدومنال وول اروح فاتح لها اليوترس الاورجن اللي احنا عمالين نتكلم عليه ده كله عشان فتحت الانتيرير ابدومنال وول ما يفتح الانتيرير ابدومنال وول ويشيل الابندكس لكن انا مش هفتح اليوترس تسيبها بانتكت يوترس الست بتولد طبيعي عادي تمام هو انا خفت على البريجننسي بس لان هو ليه اعراضها الكومبليكيشن وخصوصا هي 37 ما لكن إيه انا ما ايه الكومبليكيشن اللي انت خايف منها عشان نبقى بنتكلم على انستيزيا كومبليكيشن في انستيزيا كومبليكيشن اوف مثلا هيمرج بعد الابندكس اي حاجه يعني طب ما هو ممكن يحصل اي حاجه لاي حد ما معنى كده ان انا اعمل لهم سيزارين كلهم ما هو ده الفكره يا جماعه ما هو ممكن يحصل اي كومبليكيشن لاي حد انا بتعامل مع الحاجه اللي هتحصل اللي حصلت ليها لكن مش لحسن يحصل لها مشكله فولدها سيزارين طب ايه اقصى مشكله على فكره ان هي تخش من الستريس بتاع السيرجري في بري تيرم ليبر هو ده مش بري تيرم يا ريت تخش في ليبر ما تخش في ليبر ويجي لها يوتراين كونتراكشنز ويفتح السيرفكس وتولد ما 6 37 اسبوع هي دي اقصى كومبليكيشن تحصل لها لكن غير كده ما البيبي بينام وبيصحى معاها عادي خالص تمام يا دكتور شكرا اوكي 81 بي 82 دي 83 اي 84 A 84 39 years old presents at 28 week gestation right upper quadrant pain يعني حاجة liver يعني vomiting polydipsia تفكروا على طول طالما في كمان الجلوكوز affection مع الليفر ده بنفكر في acute fatty liver طبعا of pregnancy لان بيبقى معاهم hypoglycemia on examination she appeared jaundiced والblood test raised alanine transaminase وhyperuricemia creatinine is normal myelocytosis blood pressure عالي وبروتينوريا clinical picture of acute fatty liver طبعا acute fatty liver طبعا right hypochondrial pain يبقى احنا بنتكلم على liver هنا مش طب ليه مش هيباتايتس لان هو معاها بوليديبسيا يعني اللي معاهم بيبقى بوليديبسيا وافكشن للجلوكوز كمان ده بيبقى اكتر اللي هو الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجننسي مش الكوليستيزس كوليستيز ما بيبقاش ليها علاقه بالجلوكوز خالص والبري كلامسيا لا مش بري كلامسيا هنا فدي دي مش هتعلي لي الالانين والهايبر مش هتعليني الالانين هايبر يوسيميا طبعا هتبقى موجوده في البري كلامسيا لكن مش هتعلي الالانين ولا هتعمل لي رايت هايبوكوندريال بين ده فدي تبقى اكيوت فاتي ليفر ماشي انا بس كنت متلخبطه ان هي مش بري كلامسيا بس هو يعني في البري كلامسيا الالانين بيبقى طبيعي مش بيعلى يعني يعني هو بصي مش هتيجي بوليديبسيا ابدا ليه بري اكلامسيا تجي لك ببوليديبسيا ايوه صح عشان السكر تمام يعني ده سكر فده مش بري اكلامسيا اوكي تمام شكرا يا دكتور العفو
85A 86A 86. You are reviewing a 23 years old pregnant woman with long standing type 1 diabetes. She had good control on the blood pressure. Which of these complications is most increasing dying during pregnancy? Hypoglycemia. احنا بنقلق عليهم الهايبوغلاسيميا, عشان كده حتى دايما بنظبطهم على شويه hyperglycemic state, لكن مش hypoglycemic state, لان هم they cannot withstand during pregnancy الهايبوغلايسيميا, فهي دي اكتر اسباب ممكن تؤدي الى الدث, لانه بيقول dying مش اشهر complication. لو اشهر complication طبعا infection بتاع, لكن هتضاي من ايه؟ هتضاي من hypoglycemia. عشان كده دايما لما بنيجي نظبط السكر عندهم بنظبطهم على شويه الهايبوغلايسيميك ستيت. اوكي تمام, شكرا يا دكتور. 87B 88C 89A 90D 91D 92A 91 ولا 92؟ 91. اوكي, و92. حاضر. 91 الأول, 30 years old, para 1, BMI 38, family history of diabetes, attend antenatal care 28 weeks, she is diagnosed with gestational diabetes, والفاستنج بتاعها 190, والpostprandial 230. طالما تعدينا 200 يبقى لازم نديلها insulin, لأنه هو لو قبل 200 أنا ممكن أدي exercise ودايت وكلام من ده بس, لكن طالما بعد 200 يبقى لازم ندي insulin. Most appropriate management trial to change diet and exercise, diet, exercise, metformin. ده لو هي كانت already ماشية على metformin وcontrolled بتكمل على metformin, لكن أنا during pregnancy بندي insulin, طالما إن هي عدت 200 يبقى لازم نديها insulin. metformin لوحده مش كفاية. Diet to exercise glibenclamide, oral hypoglycemic contraindicated during pregnancy. Diet to exercise to insulin, أيوة هو ده. Diet to exercise insulin plus or minus glibenclamide, لا يبقى هي number D, لأن احنا طالما أكتر من 200 السكر يبقى بنزود لها insulin مع diet to exercise. أوكي؟ اثنين وتسعين, para 1, 26 years old, 26 weeks gestation, protein 1 plus, she smokes 5 cigarettes per day, وال BMI بتاعها كذا, blood pressure بتاعها يعني blood pressure بتاعها أعلى من 140-90, فيعني هي كده hypertension with pregnancy, لكن كمان في protein يعني preeclampsia, فمحتاجين نعمل ايه؟ هي 26 أسبوع, محتاجين admit the patient for blood pressure monitor but with hold treatment. أنا مش هديها treatment, يعني على الضغط ده ما بتاخدش تريتمنت, انا بس محتاجه اعمل لها لابس, يعني انا محتاجه اعمل لها لابس لان عشان اشوف اذا كانت في signs of severity من اللابس ولا لا. خلاص, admit the patient for blood pressure monitoring and initiate oral labetalol, لا مش هدي تريتمنت. admit the patient for blood pressure monitoring and initiate oral alfamethyl, لا مش هدي تريتمنت. consider amisal dopa and nifedipine, لا. consider steroid treatment and termination, لا طبعا, لا طبعا انا ما شفتش اللابس حتى. admit the patient, يبقى كده احسنهم اللي هي نمبر ايه, اللي هي admit the patient for blood pressure monitoring and withhold treatment, لان انت كمان لما تadmit البيشنت احنا هتعمل لها لازم لابس, لازم نعرف اذا كانت هي اللابس بتاعتها affected ولا لا, فكده نمبر ايه. في حد عنده لسه مشكله في 91 و92 يا دكاتره؟ ده تمام, شكرا يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك, هو لو diabetic وهي كانت متابعة على أورال, يعني أورال ماشي على أورال دروكس يعني للدايبيتس وبقيت بريجننت, دلوقتي هكملها على الأورال دروكس ولا هحولها تقلبيها على إنسولين؟ هتقلبيها لو كانت بس ماشية على متفورمن, هي اللي بتكمل على المتفورمن طالما كنترول ده عليه, لكن لو هي ماشية على المتفورمن لقيتيها زاد البلاد جلوكوز عن 200 هتزودي إنسولين, لكن لو هو كان اللي بتاخده الأورال هايبوجلاسيميك ما كانش متفورمن يبقى لازم هتقلبي على إنسولين على طول وتبطلي الأورال هايبوجلاسيميك اللي هي كانت ماشية عليه. تمام. ولما تقولي ترجع تاخد اللي كانت بتاخده عادي, هي بس فترة البريجننسي هي اللي هتبقى ماشية على إنسولين, عشان هو تراتوجينيك, اغلب الادويه بتكون تراتوجينيك. تراتوجينيك وكمان لونج اكتنج, فبالتالي ممكن يجي لها هايبوجلايسيميا, وده اللي احنا بنخاف عليه ان هي يجي لها هايبوجلايسيميا, لان هو ده السبب بتاع الدث فعلا during pregnancy, فعشان كده ما بنديهمش الاورال هايبوجلايسيميك عشان هم لونج اكتنج, حتى بتلاقيهم بيتاخدوا مره في اليوم, بتلاقيهم عشان هم لونج اكتنج وعشان هم تراتوجينيك, لان لو قصه تراتوجينيستي بس طب ما كنا كملنا عليهم في السكند والثيرد تريمستر, ما هو خلاص البيبي اتكون, عشان هما لونج اكتنج فبتخافي ان هو يتخش منك في هايبوجلايسيميك كوم.
تمام ميرسي جدا يا دكتور. لا 93 A 94 E 94 25 years old fully mobile non-smoker primary gravida 28 أسبوع BMI بتاعها كويس had 3 months anticoagulant for idiopathic DVT 3 years ago thrombophilia tests were normal. يبقى further management ايه يعني هي مش bed ridden يعني بتتحرك ماشي ماشي fully mobile هي 28 أسبوع المفروض انها طالما جالها DVT كده idiopathic DVT من غير اي حاجة خالص فلازم ان انا امشيها على prophylactic anticoagulant لان ال pregnancy نفسه ده hypercoagulable state اللي كان اللي جاب لها DVT idiopathic ممكن يجيب لها DVT during pregnancy طبعا فلازم بالتالي امشيها على prophylactic anticoagulant اللي هي low molecular weight heparin no treatment لا لازم اديها aspirin aspirin لوحده مش كفاية طالما هي جالها idiopathic DVT يعني من غير ولا اي حاجة خالص وورفرين ما هي دلوقتي احنا في الثيرد تريمستر مش هديها وورفرين انا لازم اديها لو موليكولر ويت هيبرين لو موليكولر ويت هيبرين تيل تيرم مش بس تيل تيرم لحد كمان 6 اسابيع لان الهايبر كواجولابل ستيت بتستمر معانا الست اسابيع بوست بارتم لو موليكولر ويت هيبرين تيل 6 ويكس بوست نيتال هي دي صح اللي هي 94 اي اوكي تمام شكرا لا 95 دكتور امتى اسبر هو ممكن 93 عشان النت قطع عندي لا ينفع اوكي حاضر في حد كان بيسال حاجه في 94 94 لو هي ما جالهاش دي في تي يعني مثلا جالها هيستوري اوف بري كلامسيا قبل كده بس فانت بتروحي مزوده اسبرين يعني اسبرين كده يعني عشان تزودي البلاسنتال بيرفيوجن لكن لو هي جالها دي في تي او كده لا انت لازم تدي لها بروفيلاكتيك لو موليكولر ريت هابرين طب امال لو هي جالها دي في تي بقى وهي حامل دي لازم تدي ثيرابيوتيك دوز اوف لو موليكولر ريت هابرين لكن الاسبرين ده بندي بس لو هي جالها هيستوري اوف بري اكلامسيا قبل كده وما لهاش علاقه بقصه الثرومبوفيليا او ترومبو امبوليك ايفنتس يعني خالص اوكي شكرا يا دكتور طيب 93 ابارا 1 26 ويكس جيستيشن هاد نيجاتيف بروتين ان يورين اند نورمال لابس شي سموكس 15 سيجرز بير داي البلاد بريش بتاعها 100 160 100 طالما البلاد بريشر بتاعها 160 يعني 160 100 فما فوق يبقى ساعتها لازم نبتدي نديلها اورال انتي هايبرتنسيف ميديكيشن ديسشارج ويز اورال لابيتالول ماشي اصل دي مش هتحتاج تعمل لها لابس حتى يعني حتى لو ما قاليش نورمال لابس طالما نيجاتيف بروتين ان يورين مش هتحتاج قوي انك انت تعمل لها لابس طالما مش بري كلامسيا خلاص بس هو اوريدي عملنا لها لابس على الاحسن تكون هي من نوع اللي هو بيبقوا بري كلامسيا من غير بروتينوريا لكن باللابس بتاعتهم ابنورمال فعشان كده عملوا لابس لكن اللابس نورمال يعني هي بس كده هايبرتنشن بس لكن من غير بروتينوريا ونورمال لابس يعني جستيشنال هايبرتنشن فحديها طبعا انتي هايبرتنسيف ميديكيشن طالما ان احنا 160 100 فما فوق admit for blood pressure control but with whole treatment كنت هادميت لو هي كان فيها بروتينوريا وعايزه اعمل لها لابس بس انا مش عايزه اعمل كده وكمان مش عايزه with whole treatment انا لازم ادي تريتمنت لان احنا وصلنا ل 160 100 consider مثال دوبا ان فيديبين احنا بندي سنجل ايجنت الاول لو مش كنترولد اللي بدخل عليه حاجه وطبعا الفيرست تشويس دلوقتي اللابيتالول وبعدين يلي الالفا مثال دوب لكن مش حد دبل ايجنت مع بعض يعني consider steroid treatment and early delivery مش مفيش early delivery ده هي normal labs وكل حاجة كويس consider methyl dopa nifedipine ده متكرر على فكرة C زي E فهو number A اللي هي discharge on oral labetalol اوكي تمام شكرا يا دكتور لا 94 كنا قلناها 95 B ال EMQs بقى 96 C 97 A 98 D 99 B 100 C 100 35 years old gravida 5 para 4 32 week gestation blood pressure 180-120 no proteinuria or edema retinal exudate and hemorrhage as well as hypertension 4-8 غالبا دي 8 years يعني مش 8 hours as well as a history of hypertension for 8 years طبعا 8 years طيب دي تبقى mild preeclampsia لا هي مش mild طبعا ولا سيفير وهي مش preeclampsia اصلا لان ما عنديش بروتينوريا
chronic hypertension, chronic hypertensive disease. دي معانا، دي ما عندها history of بقى لها 8 سنين عندها hypertension، فطبعا معانا chronic hypertensive. إكلامسيا لا، هي مش بتconvulse. chronic renal disease ما عنديش حاجة في اليورين، يعني الرينال disease بتبقى الكيدنيز affected، فبرضو بيبقى فيهم بروتينوريا. لوبس نيفرايتس، نيفرايتس كاتالوما كيدني، يبقى لازم يبقى فيه بروتينوريا، لازم يبقى فيه بروتينز ان يورين، فكده تبقى هي كرونيك هايبرتنشن. اوكي تمام، شكرا يا دكتور. نعم. 101 اي، 102 سي، 103 دي، 104 اف، 105 بي، 106 اي، 107 جي، 108 سي، 109 اي، 109 34 years old woman, 17 week gestation, had the risk of Down syndrome on quadruple test and wants to confirm a fetal karyotype. طالما ان انا حاجه بالتست اللي هي السكريننج تست طلعت بوزيتيف، بجو فور وان اوف ذا كونفيرماتوري تست. ايه هما الكونفيرماتوري تست؟ اللي هما زي كاريوم فيلا سامبلنج، اميوسينتيسيس، كورديوسينتيسيس، الحاجات دي. طب احنا عند 17 اسبوع هنعمل لها ايه؟ اميوسينتيسيس طبعا دي معانا، فيتال بلاد سامبلنج، لو فيتال بلاد سامبلينج ما قاليش حتى كوردو سينتيسيس، ده فيتال بلاد، لا كوريوم فيلا سامبلينج، لا دي بتبقى في الفيرست تراماستر بس. نيوكل ترانسلوسنت ده سكريننج وفي الاول خالص. سيرفايكال لانث ما لناش علاقه، الترا ساوند اند دوبلر ستادي ما لناش علاقه. الكونفيرماتوري هنا هيبقى اميو سينتيسيس، طالما ان هو الكوادريبل تيست طلع بوزيتيف، فانا ممكن اجو فور وان اوف ذا كونفيرماتوري تيست اللي هم الاميو سينتيسيس. اوكي دكتور، النيوكل ترانسلوسنسي دي بعتبرها بتعمل عند 11 اسبوع بس، وده سكريننج على فكره. ده اصلا افندم 11 بس، يعني مش من 11 ل 13 بس. لا من 11 ل 13 بس، هو سكريننج، يعني ما ينفعش احط في تيست كونفيرماتوري او كده، ملوش دعوه، هو سكريننج. هو اولا سكريننج، ثانيا من 11 ل 13 اسبوع. يعني ده احنا هنا ولا سكريننج ولا كمان في الاسابيع دي. هو النيوكل ترانسلوسنت ده احنا بنعمله سكريننج تيست ان اديشن تو التريبل تيست، واحنا بنعمله وده كمان من 11 ل 13، مش بعد كده، لان بعد كده اوريدي هو البيبي بيكبر، فالثيكنس بتاع النيب اوف ذا نيك ده بيتغير، فاحنا بس بنعمله من 11 ل 13 اسبوع. تمام، شكرا. معلش، ممكن 108؟ 108 consanguineous couple now 11 weeks gravida 4 para 2 living 1 abortion 1 her only alive child has thalassemia minor, one previous child died of thalassemia major and one termination of pregnancy of fetal diagnosis. فنحب نعمل لها بقى يعني حاجه للبيبي، فهنعمل ايه at 11 weeks؟ حاجه confirmatory. confirmatory عند 11 weeks هتبقى كوريوم فيلا سامبلينج، لان amniocentesis ده لازم تبقى البريجنسي اكتر من كده، يعني في السكند تراماستر. فيتال بلاد سامبلينج ولا كوريوم فيلا فيتال بلاد سامبلينج بنعمله عشان فيتال انيميا يا دكاتره، لو عايزين نشوف البيبي ده انيميك، عايزين نشوف الدم بتاع البيبي خلاص، لان هو ريسكي جدا ان انا اخد سامبل من الفيتال بلاد، فبالتالي ما بنعملوش غير لو كان انا ده ملوش علاقه طبعا، لانه احنا 11 اسبوع ما فيش فيتال بلاد سامبلينج، انا بس بشرح ايه الفيتال بلاد سامبلينج ده وبيتعمل امتى. فده بيتعمل لو احنا عايزين نشوف البيبي ده اناميك ولا بتاعه، وطبعا بيبقى لازم البيبي كبير عشان ناخد من البيبي عينه الدم ونشوف البيبي ده ايه. كوريوم فيلا سامبلينج هو ده اللي انا هعمله عند 11 اسبوع، لان انا محتاجه ان انا اعمل فعلا دايجنوزس هنا واعمل كاريوتايبنج مش كاريوتايبنج سوري، اشوف البيبي ده ممكن يبقى عنده ثلاسيميا ولا لا، فبالتالي بنعمل كوريوم فيلا سامبلينج. نيوكل ترانسلوسنت ملوش علاقه، سيرفايكال يبقى هي كوريوم فيلا سامبلينج. اوكي قلنا 109 A، 110 E، 111 F، 112 D، 113 E، 114 A، 115 F، F، F 115 F. طيب الترو فولس 116 فولس، سوري لميس انت عايزه ايه؟
115 يا دكتور بعد اذنك. 115. 35 years old grade 1 para 0 previous myomectomy is admitted abdominal pain at 26 weeks gestation. The pain is worse on the left side. Symphysio found the height 30 سم. يعني هي دلوقتي الابدومين is more than the period of amenorrhea. هي حامل 26 اسبوع لكن الفاندا ليفل بتاعها 30 اسبوع. Uterus seems deviated to the left. في مشكلة عندنا على left side. Blood pressure بتاعها يعني normal. Pulse عالي والtemperature عالية. فممكن تبقى إيه اللي عالي اللي يدينا الشكل ده. هو الهنت اللي مديها لي إن هي previous myomectomy. فممكن تبقى دي برضو fibroid. هو ده اللي مكبر لنا حجم اليوترس. بس البين ده لازم تبقى حاجة degenerated بقى ميومة. Placental abruption. يعني هو طبعا كل حاجة ممكنة. بس إيه اللي يبقى ماشي مع الكيس بتاعتنا اللي هي عاملة previous myomectomy. والفاندا ليفل بتاعها عالي هتبقى اكتر ماشيه مع الديجنريتد مايوما لان لو بلاسنتال ابرابشر لازم تبقى كونسيلد كمان اكسيدنتال هيمروج ولازم يبقى البلاد بريشر عالي فبالتالي هي دي مش ماشيه معانا فهي ماشيه طبعا اكتر مع الديجنريتد مايوما. اوكي تمام تمام جدا مش عارفه سالت ليه. طيب 116 فولس 117 فولس 118 فولس 119 ترو 120 ترو 121 فولس 122 ترو 123 ترو 124 ترو 125 ترو. في حد عايز سؤال في عنده اي سؤال في التست اللي احنا لسه مخلصينه ده يا دكاتره؟ دكتور هو انا عندي سؤال بس هو مش في التست ممكن اساله؟ اه اتفضلي يا امان. امبيدنج اكلامسيا دي اللي هي المرحله اللي قبل ما يحصل اكلامسيا ولا سيفير بري اكلامسيا ولا امبيدنج اكلامسيا ان هي هيحصل لها اكلامسيا يعني خلاص اباوت ان هي يبقى عندها هايبر ريفلكسيا وكده يعني اباوت ان هو يحصل لها اكلامسيا ودي اعمل لها كمانجمنت على انها سيفير عادي يعني اتعامل مع على انها سيفير يعني المانجمنت بتاعها اتعامل على انها سيفير بري اكلامسيا اه طبعا لان دي اكتر كمان من سيفير دي خلاص دي هتكونفالز دي يعني اكن ده انت هتتعاملي معاها اكنها اكلامسيا مش اكنها سيفير بري اكلامسيا. تمام شكرا جدا يا دكتور. لا دكتور معلش كنت عايزه اسال هو مش في التست برضه قولي انا بس كنت عايزه اعرف هو دايما الانفنت اوف دايابيتك او الدايابيتك بتبقى انديكيتد سيزيرين ولا لا خالص طبعا لا خالص خالص لو هو controlled diabetes والبيبي ما فيهوش مشكله وصغير وكده لا هتورديها نورمال عادي كتير قوي قوي diabetes الطبيعي ان هم بيولدوا نورمال احنا بس دايما يا دكاتره بن ستريس على الحاجات الابنورمال اللي ممكن تشوفوها في واحده diabetic خلاص ان هو البيبي ماكروسوميك عندها بولي هيدرامنيوس بتاع مش معنى كده ان كلهم هيبقى عندهم الحاجات دي هي لو controlled diabetes البيبي هيبقى كويس وهي كويسه وما فيش ماكروسوميا وما فيش بولي هيدرامنيوس ولا حاجه ماكروسوميا وبولي هيدرامنيوس الكلام ده لو هي uncontrolled diabetes لكن لو هي شيز فولوينج اب وعامله انتينيتال كير بروبر والبلاد جلوكوز بتاعها كنترولد يبقى هي مش هيبقى عندها ولا بولي هيدرامنيوس ولا ماكروسوم. تمام يعني كده كده التستوكيا دي مش متوقعه يعني التستوكيا دي بتبقى متوقعه لو هو البيبي كبير اوكي لكن لو البيبي نورمال او يعني ماشي مع الام ما هو الام كل ما تكبر يعني حجمها كل ما البيبي برضو ممكن يبقى ريلاتيفلي كبير لكن لو هو البيبي ده هو اللي كبير على او في element of cephalopelvic proportion هو اللي ساعتها تفكري في الشولدر ديستوكي لكن مش كل دايباتك البيبي هيجيله شولدر ديستوكيا لا لو دايباتك والبيبي وزنه عادي بالنسبه لها مش لازم ان هو يجي لها شولدر ديستوكيا. تمام تمام شكرا يا دكتور. العفو. حد عنده سؤال يا دكاترة؟ في برونيا عندك سؤال؟ دكتور ممكن أسأل في حاجة فدك؟ هو إحنا ممكن كل يعني هل كل الناس اللي ريسك بريجننسي بديهم كورتيكوستيرويدز كبروفلاكتد في يعني في الكلينيكال في العادي ولا بستنى إن هي يجي لها كونتراكشن أو يحصل لها حاجة عشان أديها الكورتيكوستيرويدز؟ ما هي كونها هاي ريسك بريجننسي يبقى انت ممكن ات اني تايم يحصل لها كومبليكيشن فتضطري تيرمينيتي مش كده ولا ايه يعني كونها ان هي مثلا دايابيتك ان كنترولد كونها ان هي هايبرتنشن ان كنترولد مش عارف يعني كونها ان هي هاي ريسك بريجننسي فممكن يحصل لها كومبليكيشن وتضطري تعملي تيرمينيشن فعشان كده بتديهم ستيرويد لان انت يو نيفر نو ات وات تايم انت يو نيد تو تيرمينيت لان احنا بنقول ايه لو جالها فيتال او ماتيرنال كومبليكيشن طب ما انت ما تعرفيش دي هتحصل امتى
خلاص او تريتش ماتوريتي او يجي لها ليبر بينز. بس لو جالها كومبليكيشنز واضطريتي تعملي ترمينيشن، ما انت لازم تبقي مديالها الستيرويدز عشان تبقي انت على الاقل في الامان بالنسبه للبيبي. تمام، يعني في المتابعه بتاعتها انا بديها لها كحاجه بروفيلاكس، ممكن ادي يعني ادوها مثلا زي ما في برونيا يعني. يعني امتى بقى يعني ما بتعتبرش بروفيلاكسس؟ لان انت اوريدي يو ار ان هاي ريسك بريجننسي، انت بتعملي اسسمنت اوف فيتال ويل بينج او كده، فانت مش لازم تستني ان البيبي خلاص بقى وحش لازم نعمل القيصريه دلوقتي خلاص هديكي بتاع. طب ما انت مش هتلحق يعني، على حسب السيتويشن اللي انت ماشيه فيها. ما انا بصوا انا ما بقدرش اقول الرولز دي، لو انتوا عايزين تطلعوها مني بالعافيه مش بقدر، لانه ات ديبندز على الكيس. ما هو ممكن تجي لك كيس وكنترولد معاكي والبلاد بريشر كنترولد ومايكرو ايكلامسيا وكنترولد وكل حاجه، طب ما انا مش هديها طالما اللابس بتاعتها كويسه. لو ابتديت الاقي اللابس مثلا بقت وحشه اللي ساعتها هديها ستيرويدز. فانا ما بقدرش اطلع الكلمه كده لان ما فيش كلمه مطلقه، هي على حسب الكيسز. وانتوا للاسف ممكن تاخدوها وتطبقوها على اي حاجه ما تكونش التطبيق الصح بتاعها، ابقى انا اللي اذيتكم. فهو مش هقدر اقول لك رولز ده يعني تعملي كذا، احنا مش في هندسه احنا في طب، فالديبندز على سيفر فاكتورز موجوده. تمام اوكي دكتور، انا بس كنت بسال يعني هو لو جالي على طول في مش رول، بس عامه الكورتيكوستيرويدز لو متاحه قصادي ان انا اختارها في هاي ريسك بريجننسي هختارها طبعا، مع ان انا كمان اقول لك حاجه، لو جات لك واحده ضغطها 140 90 ومايل بري اكلامسيا وبتتابع معاكي وهي 28 اسبوع وضغطها كنترولد على 140 90 وعندها قلب من 1 بلس ومكمله متابعه معاكي واللابس بتاعتها نورمال، هتديها ستيرويدز؟ لا مش محتاجه. طيب ما هي هاي ريسك اهي، ما هي بري اكلامسيا، انت فاهمه قصدي؟ ما هو ديبيندز على سيفر فاكتورز، ما اقدرش اقول لك اختاري كذا، ما اقدرش. تمام انا فهمت قصد حضرتك. تمام يا دكتور ميرسي خالص. في حد عنده سؤال يا دكاترة؟ دكتور في جزء الفيسيولوجي احنا كان في كذا سؤال ورا بعض، اللي هو كان حتة السيزيريان اوفر الاندكشن ليبر، هي بتبقى تحدد على حسب الاند سيستوليك فوليوم، اي قصدي سوري الاند سيستوليك واحنا بنعمل في جزء ايه؟ معلش الجزء بتاع الفيسيولوجي كان في تو كيسز ان احنا بنعمل يعني اللي هو بنأجل الاندكشن ليبر ولا السيزيريان، لما احنا كنا بنعمل بالالترا ساوند. في واحد كان البيبي كويس والاند استوليك فوليوم بتاعه كويس وفي فلو كل حاجه، فبالتالي انت البيبي كويس فانت ممكن تعملي اندكشن، لكن في واحد تاني كان في ريفرس فلو او ابسنت استوليك فلو، فده اللي هو مش هتقدري انك انت تعملي اندكشن، لان ما ينفعش انك انت تعرضيه للستريس بتاع كونتراكشن، والكونتراكشن بتقلل البلاسنتال بيرفيوجن، فعشان كده بتعملي ترمينيشن باي سيزارين. يعني ديبندنج على السيتويشن بتاعه البيبي، يعني انت خلاص خدتي ديسيجن اوف ترمينيشن، طب ايه المود بقى اوف ترمينيشن؟ ديبندنج على حاله البيبي. لو البيبي يستحمل معاكي اندكشن هتعملي اندكشن اندر سي تي جي، لكن لو البيبي مش مستحمل اندكشن يبقى ساعتها هتجو فور سيزارين سكشن. يعني زي لو احنا هنبص على الدوبلر بتشوفي الفلو اخباره ايه، في فلو كويس خلاص مكملة، لكن في absent flow ولا reverse flow يبقى ساعتها هتعملي سيزاري. في حد عنده سؤال يا دكاترة؟ مرسي ليكو، شكرا يا عبد الكريم تعبتك معي، مرسي خالص، ربنا يخليك، مرسي قوي، اشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. مرسي لحضرتك يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور. مرسي جدا لحضرتك يا دكتور، رمضان كريم.